هلو هلو، مساء الخير. هاي في صوت وصورة. سيف، هلا لسه خلصنا صف سابع. لسه ما تنفست. هاي طلاب سابع صاروا معانا هون. أهلا نور، أهلا ملاك، أهلا يزن، يا مساء الورد، أهلا يارا. مشتاوي؟ مشتاوي، الله يسامحك، شو جابك؟ أوكي، أول القائمة صف سابع. هلا أنا مبسوطة فيكم، يعني إنه إحنا صار لنا ساعتين وتكملوا كمان ساعتين إضافيات. هذا يعني إنه حصتنا لا يمل منها. في حدا كان، أهلا مجد، ومين كمان بده المايك؟ يارا. يارا، مساء الورد. يس، تتذكري الحصة اللي قبلها أنا ربحت بطاقة؟ أها، بس أنا كنت بعتيت لك الرقم، في رقمين كنت عكسهن بالغلط وما أخذت بطاقة. إن شاء الله ما تكون راحت لحدا تاني. طيب، طب انت موجوده بالجروب الفيسبوك، جروب الواتساب للصف الثامن؟ طب ابعتي للادمن هناك اسمك ورقمك وانه ايش الخربطه اللي صارت، تمام؟ لانه البطاقات بتطلع من عندها. ماشي، اهلا يا ملاك. يوسف، مس، بس انا بعثت لها لما خلصت الحصة، بعثت لها انه في خربطة صار، بعدين ما ردت، ما بعتت اشي، بس كتبت لي شو اسمك واي صف. طب ابعتي لي رقمك وهلا بشوف. عمر، ماشي، مس، مس، في اخر الحصة مسابقة، يعني والله خلاص انتهى عهد المسابقات. احنا حاليا في مراجعة، تمام؟ فاذا بدنا نربحك بطاقة يعني خلص خلصنا. ربا بدي احكي. اوكي، فالفكرة بس انه مراجعتنا رح تكون حل الاسئلة، واذا اي حدا بحاجة لنراجع اي اشي، اي حد مش فاهم اي صفحة معينة بالكتاب رح نشرحها. وفي عنا الدوسية اللي توزعت عليكم من خلال تور باص ابواب، رح نحل الاسئلة اللي موجودة فيها. من خلال حل كل سؤال بنراجع المادة بشكل عام زي ما عملنا امبارح، بس اليوم ان شاء الله ان شاء الله بنحاول ان ننجز اسئلة اكثر. بس بعثت لك الرقم. اوكي، هيني اخذت سكرين شوت له. عائشة، الفكرة بالدوسية انه فريق ابواب جمع لكم مجموعة من الاسئلة المتوقع انها تيجي بالامتحان، واسئلة شاملة. لو سمحتوا بس الفاتح المايك يسكر لانه طالع صوت مزعج. والاسئلة من خلالها بنراجع المادة بشكل عام. هاي الدوسية في موجودة مع عدد من الطلاب، واللي مش موجودة معاه بيقدر يعمل سكرين شوت، او ان شاء الله بنحط لكم اياها في الجروبات. بس عمر، بتعرفي، بس انا كنت فاتح الباي، كنت فاتح، كنت رافع ايدي، برديت علي من بداية الحصة صف سابع. طب ليه ما جننتني على الشات زي بشتاوي؟ طب عندك سؤال صف سابع، احكي لي. وانه انا ايش، انه كانت تدي، هو جبت ضع دائرة، هو ايش كانت الاسهل، بس نعم، ايش كانت الاسئله؟ حلينا كثير اسئله والله مش متذكرهم، بس اسئلتنا كانت ضع دائره. بس حاولت قدر الامكان اخلي الكل يحل، يعني ما صار في مشكله. ربا، لا، اللي ما اخذ الدوسيه احنا رح نشارك معاكم الاسئله هون ورح نحل سوا، فبتقدري تاخذ سكرين شوت للاسئله. هاي الحصص المراجعة رح تكون موجودة على يوتيوب، بس أعطونا هيك شوية مجال، خلوا التيم يتنفس يقدر ينزل لكم إياها. بس إن شاء الله من هون لأسبوع هاي الحصص والحصص الماضية بتكون موجودة كلياتها على يوتيوب، وإن شاء الله أول ما تتواجد رح أنزل لكم إياها على جروب الفيسبوك، لأنه أغلبكم بتخيل إنكم موجودين على جروب الفيسبوك.
الدوسية تم توزيعها في عدد من الحدائق والمولات بعمان، ومبارح كانت بإربد كمان. أرنت، اسأليني. بس مس هسا أنا الصبح على أساس إيش زي هيك بعثت لي مس إنه بدأت الحصة تمام، ففوتت ما بعرف هيك فوتني حصة مش من يعني مش صف ثامن، فلما سألت الأستاذ صار يقول لي هالتاسع، يعني مس هذا غلط من عندي ولا غلط من عند هلا إيش كان مبين عندك إنه صف ثامن؟ أي مس مش مشكلة عادي، بيكون خطأ تقني، بس إحنا حكينا امبارح إنه حصتنا من الساعة 8 للساعة 10، 9 ونص 10 اليوم، فبس. وهاي الحصة إن شاء الله، إن شاء الله رح تكون آخر حصة للمراجعة. من خلال هاي الحصة حكينا رح نحل مجموعة من الأسئلة، من خلالها نحاول نغطي المادة، لأنه صعب في حصص المراجعة نرجع نشرح الكتاب كامل. ولو أي حدا بده تمام شامخ، صلي واللايف موجود، ولو طلعت ورجعت دخلت على اللينك رح بيرجعك، فأي حدا مش مصلي يا جماعة يروح يصلي. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا يوسف. فمن خلال عند كل سؤال بنوقف عليه بنحاول إن نشرح المادة، يعني المادة التابعة لها التوبك كامل هيك. أوكي طيب. اللي ما أخذ الدوسية عادي يا عائشة، الأسئلة هيها موجودة رح تكون معانا هون، بتعملي لها سكرين شوت. في كمان إشي كنت بدي أحكيه. يزن، اليوم التيم كامل، في مجموعة من الشباب المحترمين والحلوين، يعني فأنت مش موجود لحالك. طيب، وهي في عنا أحمد، وهي في عنا شامخ، وهي في عنا يوسف. طيب أوكي، هلأ رح يكون رح ينزل يا منى. هلا بشوف اذا رجع مجدكم باجاباتكم على الاسئله. ريان عبيدات، يا الله شكله رايح علي احلى تجمع. كمان انت كنت امبارح؟ ما انا اذا كنت حكون موجوده كيف بدي اعطيكم اللايف؟ اهل اربد، والله جعبالي ارجع اشوفكم. يسعد قلبك يا سلمى. يوسف، اليوم رح نحل اسئله. يوسف وينك عن حصه امبارح؟ ليه ما كنت؟ شكلك كنت طالع رحله. طيب، جروب الفيسبوك والواتساب والحصص على يوتيوب وخاصية مرشد وتقييم الحصة رح يكونوا كلياتهم هلأ موجودين بالشات. ما رح تيجوا على الزرقاء؟ والله ما بعرف الزرقاء، لو ما وصلنا هذا الأسبوع، لو ما هاي الفترة رح تكون إن شاء الله رح تكون إن شاء الله خلال الفصل القادم. أوكي طيب. ديما، ايش سؤالك؟ مش مشكلة يوسف، الحصة رح تكون موجودة على يوتيوب. طيب، مساء الخير عليكم جميعا، معكم وللمرة الأخيرة إن شاء الله مس مروة أبو معال. رح أطل عليكم من خلال تطبيق زوم عبر منصة أبواب. هاي الحصص كانت معانا على مدار ما يقارب الثلاث شهور، حصص تفاعلية مجانية، أنا وإنتو عناصر هاي الحصة واللي بنديرها من خلال أسئلتكم، الأشياء اللي مش فاهمينها. حاولنا إنه مادة العلوم للصف الثامن نطلعها بألطف طريقة ممكنة، وتكون سهلة وتكون قريبة منكم وقريبة من الحياة العامة. حاولنا نفهم المفاهيم اللي موجودة مش نحفظهم، عشان تطلع من هذا الصف على صف تاسع رايح على فيزياء وكيمياء وأحياء وعلوم أرض، تقدر تاخذ راحتك فيهم على الآخر. وتكون فاهم أساساتهم كتير منيح وتبدع فيهم كمان. حصتنا لليوم هي الحصة الثانية للمراجعة. اللي مبارح ما كان معانا بقدر يلاقي الحصة على اليوتيوب، بس تعطونا هيك شوية وقت من هون لنهاية الأسبوع حتكون موجودة. بدي أنصحكم ثلاث نصائح. أول إشي، ما نأجل الدراسة لليلة الامتحان، نحاول ندرس أول بأول الأشياء، الحفظ زي آخر وحدتين أو آخر وحدة بالتحديد، نلخصها نرتبها بحيث إنه ليلة الامتحان بس نراجع ملخصاتنا. أي حدا بيلخص إشي معين، العلم لا يجوز حصره على أشخاص ولا كتمانه. شاركونا تلخيصاتكم وكتبكم وأشياءكم اللي بترتبوها على جروب الفيسبوك عشان كل أصحابكم يستفيدوا منها.
هذا اولا. ثانيا بالامتحان بدك تضلك داعس، ما توقف ابدا. اي سؤال بتواجهه صعب مش مفهوم، شاكك انه حلك له غلط، بتحط الاجابه اللي عندك وتنتقل للسؤال اللي بعده. وهاي النصيحه في امتحانات المدرسه وامتحانات الحياه، ممنوع توقف شو ما بصير معك، شو ما بيكون الاشي صعب، شو ما بتحس حالك علقت عنده، بدك تمالك نفسك وتكمل، بداية في امتحانات المدرسة ونهاية في امتحانات الحياة. تمام؟ عشان هلأ بصف سابع كنا بس كل حدا كان يحل معي سؤال، بس ما يعرف يحل يصير يحكي يا الله وكيف هيك ويزعل ويسكر المايك. لا، بدك تضلك مكمل للنهاية، دائما رح تلاقي ناس حواليك تساعدك. تمام؟ والشغل الثالثة، مش مهم قدي بتحصل علامات، ولكن المهم قدي بتحصل فهم وعلم ومعلومات تفيدك لقدام. تمام؟ فهذا لا يعني إذا علاماتك كانت مش ولا بد قدر الإمكان يعني، أو مش زي ما أنت متخيل، إنك تقل ثقتك بنفسك. تمام؟ لا، بدك تكون واثق تماماً. واحضروا فيديو الثقة بالنفس اللي موجود على المنصة. يا رب، امبارح كان في حصة وفقدت عدد كثير كبير منكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا دعاء سيدنا موسى اللي رب العالمين ساعده وألهمه فيه إنه يروح يحكي مع فرعون، عشان هيك خلوه يكون دعاءكم دائما لأنه بيساعدكم. حصة مبارح كانت نفس الوقت من الساعة 8 للساعة 10. طيب، أمس بس حسبتنا امبارح لأي ساعة لأي ساعة؟ هلأ جاوبت، في الساعة 8 للساعة 10 كانت. تمام. أوكي. طيب. خلينا نرتب أمور كتابنا. شايفين الكتاب؟ مبين. شايفينه. طيب. محمد. محمد، يا محمد مش مشكلة، اللي ما كان يعرف في حصة، الحصة رح تكون على يوتيوب. أوكي، اللي كان يحكي صوته راح. طيب، أيمن، أي صفحة؟ أوكي، هلأ خلينا نحكي فرح نمر على المراجعة. أنتم مبارح حكتوا لي إنه بدكم نراجع وحدة الروابط الكيميائية، رح أمر على هاي الوحدة سريعاً، والأسئلة اللي موجودة عندنا بالدوسية من خلال حلها رح نشرح حيثيات محمد، أنت بتصرخ في داننا، بدك تحكي إشي؟ طيب، خلينا نكون متفقين إنه أي حدا بنفتح له المايك بجاوب أو بيحكي أي إشي عنده، أول ما يخلص بيعمل ميوت، أوكي؟ عشان ما تختلط الأصوات ونضلنا كلياتنا مركزين. طيب، سريعاً، في وحدة الروابط الكيميائية أو الروابط والتفاعلات الكيميائية، آمنة إيش سؤالك؟ كان في عنا درسين، الدرس الأول بحكي عن الروابط الكيميائية، وحكينا في عندي نوعين من الروابط، روابط أيونية وروابط تساهمية. تقدر هلأ يكون معك دفتر وقلم وتبدأ تكتب مخطط الروابط الكيميائية. كان عندي روابط أيونية وروابط تساهمية أو تشاركية. الروابط الأيونية حتى تحدث شرطها هو، الصوت بيقطع النبأ ولا عند الجميع؟ إنه يكون في عندي، لا صوتك ما تمام، إنه يكون في عندي عناصر تفقد إلكترونات، ولما تفقد إلكترونات شو بتصير شحنتها؟ موجبة، صح يا رب. طيب، وعندي عناصر أخرى رح تكسب هاي الإلكترونات التي فقدت، وشو رح تصير إشارتها؟ سالبة. رح تصير إشارتها سالبة. تمام؟ هاي الرابطة الأيونية. الرابطة الأيونية مبنية على التنازلات كما في الحياة، أحدهم رح يفقد والآخر رح يكسب، عشان التنين يكونوا مع بعض رابطة بتكون قوية جدا، درجات الانصهار والغليان إلها عالية، بحاجة لدرجات جداً مرتفعة عشان تقدر إنه تفصلها. تمام؟ طيب، مين اللي بيعمل يا مس روابط أيونية؟ روحوا لي على الجدول الدوري في دماغكم، هيك استحضروه.
المجموعة الأولى والثانية والثالثة إيش بيعملوا؟ بيفقدوا إلكترونات وبيعطوني أيون موجب. مش مشكلة يا ديما، مش مشكلة يا ديما، إذا رحت عليك الحصة حتكون موجودة على يوتيوب. لا يا يزن، عادي، استحضار ذهني. هلأ رح نحكي يا منى عن هذا عن الرابطة بين الأوتو. طيب اللهم جود، لا لسه هنا نستفتح الحصة إن شاء الله. طيب إن شاء الله يا نور رح تنزل حصة مبارح، بس أعطونا شوية وقت يعني إن شاء الله خلال هذا الأسبوع، وأول ما تنزل أنا رح أكتب لكم على الفيسبوك، أنتوا موجودين كلكم في جروب الفيسبوك المفروض. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ركزوا معي، مجموعة أولى تانية ثالثة في الجدول الدوري شو بنعمل فيها؟ شو بتعمل؟ عفوا بتفقد إلكترونات بتكون لي أيون موجب. طيب روحوا لي على آخر الجدول الدوري، اتركوا لي أربعة واتركوا لي ثمانية، في عندي خمسة وستة وسبعة تكسب إلكترونات وبتعمل لي أيون سالب. ركزوا في هاي المعلومة. طيب مثال على الروابط الأيونية، ملح الطعام NaCl، لازم نعرف هذا الحكي. لو رحنا على الصوديوم عدده الذري 11، شو يعني عدده الذري 11 يا مس؟ يعني المدار الأول بيحمل إلكترونين، المدار الثاني بيحمل 8، يعني عشان يمتلئ، تمام؟ هاي صاروا 10. المدار الثالث شو بيحمل؟ بيحمل إلكترون واحد فقط. طيب هل الصوديوم حبيبنا استقر؟ لا والله ما استقر. علشان يستقر هو بحاجة إنه مداره الأخير يكون فيه 8، بيجي عليه في عنده 1، بيجي هيك بيقعد قعدة صفا، بيحكي يا ترى أفقد هذا الواحد وأصير أيون موجب، ولا أجيب 8 إلكترونات أسكنها عندي وأصير أيون سالب؟ والأسهل إنه يفقد، خليه يتخلى، بيتخلى عن هذا الأيون وبيتحول ل Na بلس. ليش بلس؟ لأنه خسر عندي إلكترون واحد. بنروح على ذرة الكلور في مدارها الأخير، إيش في عندي؟ في عندي أصلاً عددها ذري 17، 2، 8، 7. تيجي بتحكي ذرة الكلور، يا ترى في مداري الأخير في عندي 7 إلكترونات، أفقد هدول السبعة عشان أستقر ويصير مداري الثاني فيه 8، ولا أجيب إلكترون واحد أسكنه عندي؟ صرت تحكي يلا رح أتنازل وأسكن إلكترون واحد عندي، وهذا الإلكترون من وين جابته؟ جابته من ذرة الصوديوم، معناته الصوديوم بصير موجب واحد والكلور بصير عندي سالب واحد. ذرة الصوديوم مع ذرة الكلور كل واحد فيهم اتنازل عن شيء ما، هذا إيش ساعدهم؟ ساعدهم إنهم يعملوا رابطة أيونية، تمام؟ مفهوم إلى الآن؟ طيب استنوا بس أعطوني دقيقة. أوكي. وهذا الحكي أيضا بيكون موجود في المغنيسيوم والفلور، نفس الشيء، بيكون في عندي ذرتين فلور، ذرة مغنيسيوم، هاي المغنيسيوم عندها إلكترونين بتخسرهم بتعطيهم كل واحدة لفلور. لو سمحت بتحط إيمجز على الشات، مزعج يا صديقي، أنت مزعج. محمد، أي حدا مزعج إحنا نطلعه من الشات، تعرفوا أي حدا مش جاي يدرس طلعوا لنا محمد يا جماعة، لأنه مزعج صراحة. طيب محمد إحنا أسفين رح نطلعك برا اللايف. طيب نفس الشيء عند الليثيوم والكلور، الليثيوم بفقد إلكترون والكلور بيكسب هذا الإلكترون وبيعطيني رابطة أيونية. إشي كتير مهم إنكم أنتوا تحفظوه، اللي هو عندي الأيون متعدد الذرات، أيون متعدد الذرات اللي هو زي الأمونيوم
بايكربونات، نترات، هيدروكسيد، كربونات وإلى آخره. الفكرة أنه متعدد ذرات، يعني عندي أكثر من ذرة زي النيتروجين والهيدروجين مع بعض، أي NH4، شحنتهم موجب، هدول لازم تحفظوهم، تمام؟ زي صوديوم وكلور وغيرهم أصلاً بيعطيكم عدد ذري، فأنت بتبدأ توزع على كل مدار، فمش بحاجة أنك تحفظ. بس بأيونات متعددة الذرات لازم تكون عارف أنه الفوسفات ماينس 3، كبريتات ماينس 2، كربونات ماينس 2، وهكذا. تمام؟ هسه ضروري نعرف، هسه صح ال NH موجب واحد، الرقم الأربعة اللي تحت ضروري نعرفه؟ NH4 آه كاملة، هاي لازم تكون عارفينها. كيف بنعمل صيغة كيميائية؟ سهل كتير، أنا بحاجة لأعرف العدد الذري لكل عنصر. أصيح الصورة هون، أوكي. أنا بحاجة لأني أعرف العدد الذري لكل عنصر عشان أقدر أطلع صيغة كيميائية. مثلاً هو بيجي بيحكي لي إنه الأكسجين عدد الذري 8. شو يعني عدد الذري 8؟ يعني بدي أبدأ أوزع هدول 8 في المدارات. وحكينا سابقاً، خلينا نجيب القلم. المدار الأول كم الإلكترون بيوسع يا زهير؟ زهير سامعنا؟ أوكي، هي زنجاوب. المدار الأول بيوسع إلكترونين. أعطوني دقيقة والله. طيب المدار الأول بيوسع عندي إلكترونين، والثاني قديش بيوسع؟ أهلا يا سدين، أهلا. 8. 8. زين زين باكير، وينك عنا مبارح؟ زهير بيحكي لك يزن شد عشان البنات، يعني عشان ننافس البنات. طيب أهلا يا زين، الحمد لله. كنت بحكي لك إنه افتقدتك امبارح، ما كنت موجود معانا. إن شاء الله يا سديل. طيب الفكرة إنه أنا عندي الأكسجين، ناش الألم. طيب الفكرة إنه أنا بيكون في عندي الأكسجين في مداره الأول إلكترونين، لأنه هو عدد الذري كامل 8، تمام؟ كيف بدي أوزع هدول 8 في المدار الأول؟ كان في بث امبارح، والله انا شكيت لما شفت انه الاغلب مش موجود، انتم مش عارفين وجود كمان. يلا مو مشكله، الحصه موجوده على يوتيوب ان شاء الله. المدار الاول 2 والمدار الثاني 6، هيهم 8. طب هذا على الاكسجين. نيجي على الليثيوم. الليثيوم 3، المدار الاول 2، المدار الثاني 1. يجي الليثيوم بيحكي خليني اخلص من هذا الواحد، أنا إيش؟ مش بحاجته. ليش بده يخلص منه الليثيوم؟ عشان يستقر، بيتحول لأيون موجب واحد. نيجي على الأكسجين، بيحكي لك الأكسجين أنا عشان أستقر فأنا بحاجة أجيب لهدول الستة كمان 2، فإيش بصيروا؟ بصيروا 8، فبصير عندي O بيجي كمان إلكترونين، الإلكترونين سالبين، فهي عشان بتصير 8 بما إنهم 2 بحطهم ماينس 2، تمام؟ الحصة هاي يا سدين عم نراجع فيها مواد مادة الامتحان كاملة، رح تكون المراجعة من خلال أسئلة، بس قبل الأسئلة بدنا نعيد شرح هون أشياء بسيطة عشان أصحابك طلبوا. طيب باجي أنا هون برتبهم، عندي الأكسجين، أوكي لا، عندي هون الأكسجين ماينس 2 وعندي الليثيوم موجب 2. دائما الموجب بيكون على جهة اليسار والسالب الأيونات على جهة اليمين. لا لا لا، ما تحفظ العدد الذري، بيعطوكم إياه بالامتحان وبضرب ضرب تبادلي. عفوا الليثيوم موجب 1، لما أضرب ضرب تبادلي الليثيوم بتاخذ 2 تبعت الأكسجين Li2O. طيب بدي أسأل مجد. مجد ايش اسم ال Li2O؟
مجد يا مجد. طيب تعالوا نروح على يوسف. يوسف. يا سلمى. أكسيد الليثيوم. يعني أكسيد الليثيوم. هاي أكسيد الليثيوم. ممكن يجيك سؤال بالامتحان إنك تسمي. تمام؟ بيخلص البث 9:30. مس. أرند. مس بس بس يمكن تعيدي آخر خطوة اللي لما عملت ضرب التباتري. حاضر. هلا الفكرة وين يا صديقتي؟ الفكرة إنه أنا باجي بحط عدد تأكسد كل عنصر فوقه. الليثيوم لما وزعنا اكتشفنا إنه هو بده يفقد واحد، يعني بده يصير موجب واحد. تمام؟ طيب. تمام. حاولت أغير لون القلم. بده يصير عندي موجب واحد الليثيوم. الأكسجين بده يفقد تنين، بده يكسب تنين إلكترونين عشان هو كان عنده 6 بده يصير 8، فبصير سالب تنين. لما بضرب ضرب تبادلي بحط عدد تأكسد كل عنصر عند العنصر الثاني، يعني الليثيوم بتاخد التنين والأكسجين بياخد الواحد، بصير عندي Li2O. الأو أكيد ما رح أحط تحتيها واحد، خلص Li2O. تمام؟ شكرا مس. مجدي يعني لا ليتكم تحفظوا. ما في داعي تكتب الواحد يا يزن، ما في داعي تحفظ جدول دوري، جدول الدوري ما بنحفظ. هلا مع التكرار انت العدد الذري بتصير خلص لحالك تحكي. روبا تمام ولا يهمك. ليه ما حطينا بالجواب اقواس؟ اوكي حبيت. طيب ليه ما حطينا يزن مش فاهمة إيش بتحكي. ليه ما حطينا متى بحط؟ إذا كان عندي OH تمام؟ الـ OH هاي التنين هدول العنصرين بدهم ياخدوا اتنين، فبعمل باي وبحط 2 تحت. تمام؟ عشان إنه هاي التنين لهاد ولهاد. بس لما يكون عندك عنصر واحد ما في داعي للقوس، خلص Li2 مبينة إنها هاي 2 لمين؟ للأكسجين، للليثيوم، فما بيكون إلها داعي. تمام؟ طيب OH ضروري نحط قوس ونضرب باثنين. بالضبط يا سبق. أما هيدروجين عنصر واحد ما في داعي. لهلأ بدينا نراجع الوحدة. أوكي مين بيسأل؟ بس خليني أشوف الاسم. هلا بدينا نراجع بالروابط الكيميائية والصيغ الكيميائية، لسه ما أخذنا شيء كثير. طيب في عندنا سؤال على الموازنة مرتب رح نحله. حكينا الرابطة التساهمية، في حدا من شوي سأل عليها. حلا. كل حصة ذكريني إنه حلا عادي، لأنه أنا عندي هلا وحلا وأعداد كتير يعني. طيب بالنسبة للكوفيلنت بوند أو الروابط التساهمية يا مس، فهي كتير بسيطة ولطيفة. الفكرة كمان إنه أهلا يا أكرم. الفكرة إنه برضو بيكون في عندي عنصرين بس ما حدا بفقد ولا حدا بيكسب، بتكون حياة بيناتهم تشاركية مبنية على إيش؟ على التشارك في إلكترونات المدار الأخير، زي الكربون بس يكون موجود مع 4 هيدروجينات. أهلا يا علي. زي الـ H2 الـ O2 الـ I2، هدول كلياتهم الجزيئات الروابط بينهم تساهمية. لازم تكونوا حافظين وعارفين هذا الحكي. ليه؟ لأنه أنا لما قبل شوي مونة سألتني هذا السؤال، لما أنا أجي على هيدروجينة مدارها الأخير فيها إلكترون، تمام؟ لما أنا أجي على هيدروجينة مدارها الأخير فيه إلكترون، والهيدروجين الثانية كمان مدارها الأخير فيه إلكترون، طيب مين فيهم بدها تفقد ومين فيهم بدها تكسب عشان يستقر مدارها الأخير؟ طب الهيدروجينة ما بتقدر تفقد الإلكترون اللي عندها وخلص ما تحصل إشي ثاني، والهيدروجين الثاني نفس الشيء، فبقرروا إنهم يتشاركوا. أنا وياكي بنقترب من بعض، بصير في بيناتنا هدول الإلكترونين، كل حدا فينا بيمتلئ مداره الأخير وبيستقر.
بس هذا السؤال أجاني بالشهر الثاني، ما عرفت أحله. شكلك مش كاينة حاضرة اللايف تبعنا لأنه حكيناها. لا يمكن ما كنت حضرته. بس حلو إنك بتذكري وإنك بتدوري على أخطائك عشان تتجنبيها، عظيمة يا منى. لأنه هذا لأنه المهم. أنا شاطرة بالعلوم، فبس لأني ما جبت علامة منيحة فكن زعلانة كثير. أبداً عادي ولا يهمك، أصلاً هون ببين قد إيه أنت حدا شاطر كثير وبعرف يتعلم من أخطاء، إنك ضليتي متذكرة. في حدا هون مش عارف مكتوب اسمك هواوي بيحكي إنه إذا كان في عندي 4 إلكترونات بتشاركوا ممتاز. أنا هون بدي أوصل، تذكر قبل شوي لما حكينا 1 2 3 بيفقدوا، 5 و6 و7 بيكسبوا، 8 أصلاً مستقرين وعايشين حياتهم، الكل أصلاً يسعى إلى أن يصبح زيهم اللي في الجدول الدوري. بالنسبة لأربعة هون الفكرة، 4 في عنده في مداره الأخير 4 إلكترونات وهو بيحتار، طب أنا أفقد ولا أكسب ولا شو أعمل؟ هذا الإشي اللي بيساعده إنه هو يتشارك، تمام؟ طيب طيب نشوف ايش باقي عندنا هون. اوكي سبق، كيف بدك تميزي بين الايوني والتساهمي حسب عدد الالكترونات في المدار الاخير؟ الالكترونات في المدار الاخير بالعنصرين، اشي بيقدر يفقد اشي بيقدر يكسب، هذا يعني انه جو اهيد رابطه ايونيه. اما التنين زي الاو 2 اي 2 H2، N2 أو العناصر المجموعة الرابعة، هدول بيتشاركوا زي الكربون مثلاً. أوكي؟ طيب خلينا نحط هاي هون وهاي هون. مثلاً Cl2 هاي الكلور، أنا العدد الذري للكلور هو عبارة عن 17، كيف بوزع إلكترونات؟ 2 8 7، تمام؟ المدار الأخير فيه 7 إلكترونات، بما أنه فيه 7 إلكترونات فهذا يعني إنه ناقصه إلكترون واحد علشان يستقر، والكلور الثانية كمان نفس الإشي ناقصها إلكترون واحد علشان تستقر. فشو بيعملوا؟ بيتشاركوا بالإلكترونات في المدار هالأخير علشان يعطيني جزيء الكلور بهاي الطريقة. لازم تكونوا عارفين رسم لويس هاد هيك، لازم تكونوا عارفين وكيف بيطلع جزيء الكلور. أوكي؟ طيب الخصائص الفيزيائية، لما أنا أحكي خصائص فيزيائية يعني درجات انصهار وغليان، بدك تكون عارف إنه بالروابط الأيونية درجات الانصهار والغليان بتكون مرتفعة وأعلى منها في الروابط التساهمية، في الروابط التساهمية بتكون منخفضة. أوكي؟ طيب هلأ رح نحل سؤال يا سدين، يسعد قلبك يا ديما. طيب وبالتفاعلات الكيميائية لازم يكون عارفين معادلة كيميائية رمزية ولفظية. رمزية يعني لما أنا أحكي إنه الأكسجين زائد الليثيوم بيعطيني أكسيد الليثيوم، هاي لفظية. رمزية Li زائد O2 بيعطيني Li2O، تمام؟ وجبت لكم كم من معادلة عشان نوازنهم، فرح نمر هون سريعاً على الموازنات. بدنا نحكي عن تفاعلات الفلزات مع الأكسجين، تعطيني أكسيد الفلز، لازم تكون عارف فلز زائد أكسجين بيعطيني أكسيد الفلز. الرابطة الأيونية بتوصل تيار كهربائي لأنها بتتحلل في داخل الماء العناصر إلى أيونات موجبة وسالبة يا يوسف. والفلزات مع الماء هينا بنحكي عنه يا شامخ، أي فلز مع مي بيعطيني هيدروكسيد الفلز زائد غاز الهيدروجين، هينا حكيناها يا يزن. أما فلز مع أكسجين بيعطيني أكسيد الفلز ونقطة فقط، ما بيعطيني إشي تاني.
اللافلز ذات مع مع الاكسجين برضو بتعطيني اكسيد اللافلز. يعني هلا العناصر المجموعه الاولى والثانيه والثالثه هي عباره عن فلزات، وغالبا الفلزات هي اللي بتعطينا ايونات موجبه. خمسه سادسه سابعه هي لافلزات بتعطينا اصلا ايونات سالبه زي النيتروجين والكربون وغيرهم، هدول برضو بيعطيني اكسيد اللافلز. لا لا سبق، مو صعب. هلا بس نحل اسئله بتشوفوا. دي ما انتي بأي مدرسة؟ أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون. أوكي حلو السؤال. بما إنه حكى لي كمية وافرة من الأكسجين، معناته بيعطيني ثاني أكسيد الكربون. اللي بيسأل لعشان مش حاطط اسم، تمام؟ يعني CO2 هاي غلطت فيها بالامتحان عشان هيك مش راح انساها، وافره وفي كلمه عكسها، يعني اول اكسيد الكربون واحده الثانيه تكون ثاني اكسيد الكربون. بالضبط. انا اذا كان في عندي كميه قليله او محدوده من الاكسجين، عندي كربون مع اكسجين، في عندي CO عادي اول اكسيد الكربون. اما عندي ليش يا سديل؟ أما عندي إذا كانت الكمية وافرة من الأكسجين بيكون عندي O2 ثاني أكسيد الكربون مش أول أكسيد الكربون، تمام؟ طيب رح نراجع وحدة الحرارة من خلال أسئلة. طيب علشان كنا بنحكي عن وحدة الكيمياء فخلينا نبدأ بأسئلة الكيمياء، تمام؟ أوكي. عائشة بتحكي عن التفاعل الحمضي أو القاعدي، هو مش موجود بمادتكم يعني، هذا بسبب صف سابع، بس هي الفكرة إنه حسب المواد اللي... يا شباب هاي رابط الواتساب والفيسبوك واليوتيوب ومرشد موجود على الشات عشان اللي بحاجته. هلأ الفكرة وين يا مس؟ الفكرة إنه لو أنا كان في عندي مواد تأثيرها حامضي بقدر أعرف بطريقتين. أولاً ورقة عباد الشمس الحمراء بتصير زرقاء إذا كان حمض، عفواً الزرقاء لو حطيتها في حمض تصبح حمراء، والحمراء تبقى كما هي، لأنه أنا لما أحكي حمض ورقة حمراء، تمام؟ أو من خلال ورقة عباد الشمس الزرقاء لو أنا حطيتها وبقيت زرقاء من حرف القاف بزرقاء، معناته هاي المادة قاعدة، تمام؟ طيب هاي بالنسبة للحمض والقواعد. أو بجهاز قياس الرقم الهيدروجيني لو كان الـ pH أقل من 7 فأنا حمض، لو كان الـ pH أكثر من 7 إلى 14 فأنا قاعدة، و7 هو المتعادل. مو فاهمة عليك جود. طيب في كمان شغلة بدي أنوه عليها، استنوا موجودة بكتابكم هون، هيها إنه محاليل وأكاسيد الفلزات قاعدية التأثير، أكسيد الفلز قاعدة التأثير. إيش يعني قاعدة التأثير؟ الورقة بدها تكون زرقاء، إذا كانت زرقاء تبقى زرقاء، إذا كانت حمراء تصبح زرقاء، تمام؟ هاي أكاسيد مين؟ أكاسيد الفلزات قاعدية التأثير. شفتي وين موجودة المعلومة؟ في آخر فقرة في كتابك يا عائشة. طيب وأكاسيد اللافلزات إيش تأثيرها؟ تأثيرها حمضي، يعني ورقة عباد الشمس الحمراء تبقى حمراء والزرقاء تصبح حمراء، تمام؟ يا
يعني أكاسيد اللافلزات تأثيرها حمضي، وحكينا إيش بصير بالورقة، وأكاسيد الفلزات تأثيرها قاعدي. مفهوم يا عائشة؟ هلأ منشوف. أوكي هدول صف سابع. طيب يلا نبدأ بموازنة المعادلات الرائعة اللي موجودة عندي هون. مين بده يوازن معي ولا أوازنها لوحدي؟ لا 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 لا. مين هذا المزعج جدا؟ مين المزعج؟ عبد الله، شو رأيك نوازن أنا وياك؟ بس أنا آسف، أي أختي صغيرة. لا بسيطة زهر. مس صوتك واطي. طب هيك سامعني؟ سامعك بس صوتك واطي مو زي أول. صوتي واطي عند الجميع؟ لا أنا لا، بس عندي أنا كمان. أنا حاسة حالي بصرخ، عشان هيك صرت بدي أوطي صوتي شوي. مس شو اسمه صوتك عادي منيح. طيب راح أعلي شوي عبد الله عشان نسوي أنا يعني عشان نعرف نحل أنا وياك السؤال. في حدا بحكي لي لا هو مش سؤال غبي، عادي أي سؤال عندك اسأله، بس هي الفكرة أنه ارفع إيدك وأنا بعمل لك أنميوز وبفتح لك المايك يا صديقي. خلي عديني الخلقي. عبد الله المايك عندك مفتوح فركز. طيب طب إياد، والله الشباب اليوم متصدرين. بس أنا بدي أوازن. إياد فتحت لك المايك، افتحه من عندك. أيوة. إياد زبط معك ولا لا؟ مس؟ أيوة مس. مس هلا هاي الثاني نفس اللي حكيتي لنا عنها امبارح. إيش هي؟ هاي الموازنة. السؤال تاني زي اللي حكيتي لنا عنها امبارح. عشان أشوف. عشان أشوف هلا قد ايه فهمتوها امبارح. هاي تبعت النقطة البناء. لا بناء الضوئي. بناء الضوئي. مش نقد بناء. لا قلبت عن قلبت وطنية. بالضبط، يعني صرتي تنمية بشرية ونقد بناء. صح. بناء ضوئي. طيب ايش يا يزن، ايش مش عاجبك بالبنات؟ ايش؟ طيب علي فتح عندك المايك. والله كمان شاب بفتح له المايك وما بزبط معه. راح اختار واحدة من البنات. انا طيب نور. زين استنوا، زين متألق. يلا يا زين تعال نوازن انا وياك هاي المعادلة. زين معي؟ ايش قصة المايكات عندكم اليوم؟ مس خايف اوازنها ويطلع كل شيء غلط. ويطلع غلط عادي، شو ورانا؟ احنا هون عشان نخلص من الاخطاء ونصحح. لسه هلا حكيت لكم. سبق. نعم يا مس. مين اللي فتح؟ مس انا. طيب سبق السؤال الثاني لمجد. يلا مس هسه ان وزعها اول إشي تكون المدار الاولى 2، مدار الثاني 8. استني انت بوين؟ انت شو شايفين عندي؟ شايفين السؤال 20؟ انت عندك 20 شايفين 20. طيب لو سمحتوا الكل يطفي المايك الا سبق. يلا سبق، أنا عندي زن المعادلات الآتية، بدنا نوازن ونفهم أصحابنا كيف بتكون الموازنة الصح، أوكي؟ عندك أول واحدة B4 زائد O2 تعطيني B2O3. مس رح نضربهن باثنين. طيب نبدأ أول إشي، كم من B عندك هون بالمتفاعلات؟ قبل ما نضرب تعال نشوف كم من B عندي هون، 4 صح؟
سبع. نعم يا مس. طيب كم من بي عندنا هون؟ كم من فوسفور؟ أربعة. أربعة. كم من أكسجين؟ اثنين. تنتين. نروح على النواتج، كم من بي؟ اثنين. تنتين. وكم من أكسجين؟ ثلاث. ثلاث. مين أول إشي ممكن إن إحنا نوازنه؟ الأكسجين. الأكسجين. طيب الأكسجين إيش الرابط بين الاثنين والثلاث؟ إيش العامل المشترك بيناتهم؟ أيونية. طيب لا مش هيك سؤالي، بس استني خليني أجاوب أكرم. أكرم، هاي الدوسية تم توزيعها على عدد من الطلاب، مش الكل قدر إنه هو يأخذها لأنه مش الكل كان متواجد في باص أبواب. فيها مجموعة من الأسئلة من خلالها إحنا منراجع المواد، فبتقدر تعمل سكرين شوت أو ممكن ننزلكم إياها على الجروبات، فهاي مش من الكتاب، أوكي؟ طيب أنا باجي عندي الثلاثة ما في رقم بضربه فيها بتصير اثنين، والاثنين ما في رقم بضربه فيها بتصير ثلاث. شو بعمل؟ بضرب ضرب تبادلي، صح يا منى؟ بضرب الاثنين في ثلاث والثلاثة في اثنين. باجي هون أنا عندي الأكسجين اثنين، صح؟ بشو بدي أضرب؟ بثلاث، فبتصير الأكسجين ستة. طيب وأنا عندي هون بما إني ضربت بثلاث هون بدي أضرب بشو؟ بدي أضرب باثنين. لما أضرب باثنين بصير عندي الفسفور أربعة والأكسجين ستة، تمام؟ طيب باجي عندي هون توازنت المعادلة، صار في عندي أربعة فسفور بالمتفاعلات، أربعة في النواتج، ستة أكسجين بالمتفاعلات وستة في النواتج. بس أيرند بس بصير روح أكل. أو حطي أكلك جنبك، أنا هيك عاملة. طيب في إشي مش مفهوم لهلأ؟ ديما إيش سؤالك؟ ديما ديما عندك سؤال؟ فتحت لك المايك. طيب ديما ما عندها سؤال، يلا يا زين. مس مساء الخير. زين مس. يلا هاي معادلة شو بتعرف؟ لا يا مس. طيب هاي المعادلة معادلة بناء ضوئي، كيف عرفت إنها بناء ضوئي؟ من خلال الصيغة الكيميائية الموجودة عندي هون. دخل عندي ثاني أكسيد الكربون مع الماء، هدول التنين أعطوني سكر الجلوكوز وأكسجين، هاي وطبعاً بوجود أشعة الشمس وصبغة الكلوروفيل. هاي معادلة البناء الضوئي. مبارح أنت ما كنت، كانت موازنة عنا والأغلب استصعبها، فحكينا يلا بنرجع مرة تانية. يزن اسكت، بنرجع مرة تانية منوازنها ونشوف وين، يعني قديش الموضوع سهل وين رح نوصل فيها، أوكي؟ طيب يلا يلا اسأل يارا. مس هسا كيف نعمل بدنا نعرف انه هاي المعادله بناء ضوئي ولا لا؟ لا لا لا، هي بس فكره انه هاي هي معادله البناء الضوئي اللي احنا بناخذها من صف سادس، فالاغلب حافظها لانه فيها سكر الجلوكوز وفيها دخل عندي اكسجين. مجد لو تطفي المايك لانه الصوت. ودخل عندي ممكن سؤال، ودخل عندي ثاني اكسيد كربون وماء. يا مس ميس هسه هاي الموازنة ممكن تيجينا في الامتحانات النهائية؟ طبعا، أصلا هاي الوحدة ما بيجي عليها إلا موازنات وصيغ كيميائية. مس وانا عندي سؤال. سؤالي إياد. مس هسه المسألة 20 نفس مسألة 21 و22؟ لا، عندي 20 زن وازن المعادلات، 21 سؤال ثاني. مس ممكن سؤالي؟ أنا عندي تحقق صفحة 149. مش ديما ديما نخلص موازنة أنا وزين هذا الفرع. تمام تمام عادي، وبعدين بنرجع لتحقق. حاضر تمام. طيب بنشوف سؤال أكرم. يلا زين خلينا نعد، كم من كربون في عندي بالمتفاعلات؟ بس واحد. واحد. كم من أكسجين؟ وركز. اثنان.
لا أربعة. طيب عندنا هون كم أكسجينة؟ بس اثنين اثنين. أكيد اثنين ما أنا عارفة، بس هون في أشكى عندنا كمان ثلاث أكسجينة، فبجمع اثنين زائد واحد بطلع عندي ثلاثة أكسجين. تمام؟ هاي أول غلط ممكن كلياتكم توقعوا فيه، إنه لازم أجمع يعني لازم أجمع العناصر اللي بتكون موجودة في المتفاعلات أو النواتج. تمام؟ لأنه أنت إذا حسبتهم اثنين وبلشت موازنة ولا رح تنحل معاك المعادلة. طيب كم من هيدروجينة يا زين؟ بس اثنين. اثنين، ممتاز. هاي هيدروجين وهي أكسجين وهي كربون. يلا نروح على النواتج. كم من كربون؟ من ستة. ستة كربون. كم من هيدروجين؟ 12. كم من أكسجين؟ مش 8 صح؟ الله عليك 8، ممتاز. طيب يلا رح نبدأ بمين؟ مين أكبر رقم موجود عندي؟ 12. اللي بيحكي مع زين ما رح يجاوب ولا إشي تاني لنهاية الحصة، أي حدا بيقاطع زميله هيك. طيب أكتر إشي عندي 12. طب وين الأكسجين اللي أنا ممكن أحول، وين الهيدروجين عفوا اللي ممكن أحولها ل 12؟ زين أنت معي؟ هلو زين؟ زين سامع؟ أنتوا سامعينه؟ عشان أنا مش سامع. لا يا مسرح أبصر. طيب لا مش سامعين إشي. يوسف تفضل على الساحة. نعم يا مس. يلا جاوبنا. الهيدروجينات بالمتفاعلات قديش حكينا عددهم؟ اثنين. بالنواتج 12. اثنين كيف بتصير 12؟ ضربناها باثنين. لا 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 قديش بدي اضربها؟ لا بستة. الله عليك، هاي بنضرب بس ستة هون. بس فكرت الستة هاي اللي عند السي. ولا يهمك، هاي ضربناها بستة. طيب أول ما أضرب برجع بعد قديش صار عندي هيدروجين؟ اثنين. 12 لا ستة في اثنين. شوف الستة بضربها في التنين اللي هون، ستة ضرب تنين 12. ممتاز، هي توازنت. طب قديش صار في عندي أكسجين؟ الأكسجين صارت عندك ستة في واحد، ستة واثنين قبل، قديش صار الأكسجينات؟ ثمانية. صار عندي الأكسجين ثمانية، عندي الأكسجين هون بنغيرها بتصير ثمانية. طيب قديش الكربونات؟ عدد ذرات الكربون؟ الكربون اثنين. بالمتفاعلات واحد، بالنواتج واحد. بالنواتج ستة. الواحد كيف بتصير ستة؟ شو؟ الواحد كيف بتصير ستة؟ بعدش بدي أضربها؟ ضرب ستة. ضرب ستة، فبضرب هنا كمان بستة. طيب خليني أشوف شو بتصير فيه عندي. صار عندي كربونات، عدد ذرات الكربون ست ذرات كربون بالمتفاعلات، ست ذرات كربون بالنواتج. طيب نيجي على الأكسجين، ستة في اثنين 12. وعندي ستة برا قديش بصيروا؟ 12 زائد ستة 14. إيه لا 12 ضرب زائد ستة 18. صار عندي 18 أكسجين. طيب بالنواتج قديش عندي أكسجين؟ عندي لسه بس 8. تمام؟ ماشي. طيب لو أنا عندي هاي تنين صح؟ اضرب التنين بستة شو بتصير؟ 12. وعندي هون ستة 18. أي صارت 18 بالمتفاعلات 18 بالنواتج. تمام؟ تمام. هاي أزعم وأصعب معادلة ممكن تجيكم إنكم توازنوها. بس مش رح تجيبوها والله كثير صعبه.
ما بعرف إذا رح تجيكم أو لا، بس مع هيك هي كتير سهلة، دائما ببدأ بالأشياء الكبيرة. ما شرحت لنا إياها ولا حكينا عنها، حتى لو ما شرحت لكم إياها، ما أنا ليش موجودة؟ عشان أشرح لكم الأشياء اللي مش بتكون مع الجميع أولا، ثانيا بعطيكم أصعب إشي عشان لو إجاكم الأسهل تعرفوا تحلوا. بس بدي أسألك سؤال، هسا لما كان يحل، في حد كان يحل، سألتي كم أكسجين؟ حكى لك ثلاث، هن أربعة. أربعة؟ لا هم ثلاث، تنتين الـ O2 تنتين و H2O عندي واحدة، تنتين وواحد ثلاث. راما أهلا يا راما، رجعنا سريعا أول درسين تبعون الروابط والتفاعلات، وهينا منحل عليهم تطبيق عملي. طيب يا راما الخطيب احكي لي. مس بصيرت عديها لأني أبدا ما شفت إشي منها، وكنت عند المعلمة زي ما حكت لك. يلا هلأ منعيتها. أكرم إيش سؤالك؟ هيني فتحت لك المايك أكرم. ما هو يا شباب الصبايا كمان بدكم تساعدوني، أنا بفتح المايك بالعادة للجميع بس مش عند الكل بيفتح، فبتكون المشكلة من عندكم. أكرم صديقي فتحت لك المايك. من صورتك راحت. هاي أكرم. أمس أمس. إيش سؤالك احكي لي. مس إنه هو في مباسات الوحدة نفسها إذن المعادلات الكيميائية الآتية. حليناهم سوا الحصة قبل الماضية. ووزناهم كلياتهم والحصة صارت على اليوتيوب. طب هذا المكتوب اللي الكتاب مش زي اللي عندك بس شبهه. لا مش نفس الأسئلة، أنا هون جمعت لكم أسئلة، ففي أشياء ممكن تطلع شبه بالكتاب، في أشياء لا. نسأل بالامتحان صفحة كان على كلها داخلة، كلها نعم. داخلة ما جبنا أسئلة زي هيك. عادي مو مشكلة، مو شرط تجيكم نفس الأسئلة عادي. وجبت فيه الأول 38 وجبت الثاني 35 من 40. أوه ممتاز والله. طيب نعيد سريعا لراما لو سمحتوا، أي حدا بفتح له المايك وبيحكي يسكر المايك بس يخلص. طيب راما الفكرة إنه هاي معادلة بناء ضوئي، بناء كيف عرفتي يا ماس؟ لأن النواتج فيها سكر وأكسجين والمتفاعلات فيها ثاني أكسيد كربون ومي، وطبعاً يكون فيها صبغة كلوروفيل وأشعة الشمس. اللي بصير كالتالي، أنا ببدأ أعد المتفاعلات والنواتج، بلاحظ إنه كربون في عندي تنتين، أكسجين في عندي ثلاث، من وين إجوا الثلاث؟ CO2 تنتين و H2O واحدة، هي صاروا ثلاث، هيدروجين تنتين، خلصت متفاعلات وعديتهم. بروح على النواتج، عندي كربون 6، هيدروجين 12، أكسجين 6. بس باجي بعد الأكسجين بال 6 بالسكر، بس اطفي المايك عندك. وتنتين مع الأكسجين هي صار المجموع 8. ببدأ أوازن الأعلى، الأعلى مين؟ الهيدروجين، الهيدروجين عندي بالمتفاعلات 12. بالنواتج اثنين، التنين كيف ممكن تصير 12؟ لازم أضرب بستة، ستة باثنين 12. إيش اللي بضربه بستة؟ الـ H2O زي ما أنت شايفة هون، الـ H2O كاملة ضربناها بستة. طيب لما ضربناها بستة، عجبنا عليها عشان هون، لما ضربناها بستة صار عندي الأكسجين، لأنه هاي الستة بتكون مضروبة بالـ H وبالـ O، صار عندي 12 هيدروجين و6 أكسجين. تمام؟ هيك اختل وزن الأكسجين. باجي بروح على الكربون، برضو في عندي بالنواتج 6 بال... يوسف يا الله سؤالك شو متأخر؟ الحصص كل يوم؟ هلأ احنا صرنا 3 شهور بناخد الحصص كل يوم 2 خلال الأسبوع، وهي حصتنا الأخيرة للمراجعة. عندي الكربون بالنواتج 6 بالمتفاعلات 1، بضرب المتفاعلات هاي ضربتها هون بستة. تمام؟ لما ضربتها الأكسجين اختل، صار في كل المتفاعلات لما أجمعهم 18 وبالنواتج 6، بضرب الأكسجين هاي الـ O2 بستة بطلع عندي الناتج 18. خدوها حطوها على ورقة عندكم، ضلكم جربوا فيها عبين ما تنحل. إحنا مش بصفحة من الكتاب، إحنا بدوسية توزعت على الطلاب، واللي ما أخذها هينا
فتحناها وشيرناها معكم عشان نحل الأسئلة اللي فيها. فهاي أسئلة بتحاكي أسئلة الامتحانات، وبنراجع خلالها المواد تبعيتكم. أوكي مس، بصير أغلبك تبعتي لي الجداول حصص المراجعة، هم موجودين على الانستغرام. أوكي تمام، رح أبعت لكم إياهم على جروب الفيسبوك، وموجودين على جروب الفيسبوك. تمام. طيب يلا يا مجد. خمس. يلا سؤال 21. نحط المدرسة. حلو، بس خلينا نقرأه. أهلا ليث. ربا ارجعي حطي المعادلة وحليها شوي شوي. أهلا شامخ. شامخ إيش هو اللي وينه؟ رابط الانستغرام آخر الحصة بحط لكم إياه عشان ما نضيع هلا وقت. بحكي لي كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام بتكون من ذرة كلور ذرة صوديوم، الرابط اللي بينهم أيونية، اكتب بنا لوس. أهلا يا ليث. بما إنه حكى لي رابط أيونية يعني واحد رح يفقد واحد رح يكسب، ومجد حكى لنا بدنا نبدأ إيش نعمل؟ نوزع. يلا رح تبدأ بمين؟ بالصوديوم. ماشي يلا. كيف رح توزعه بالمدارات؟ المدار الأول قد ايه بيحمل؟ 2. ثاني؟ ثاني 8. ثالث؟ ثالث 1. واحد. رح ارجع على اول دوسية، بس انا رحت على الجزء اللي فيه أسئلة كيمياء. بفقد هسه 1. يا عيني عليك، ايش بصير؟ بصير موجب 1. الله عليك، ان ايه موجب 1. يلا روح لي على الكلور. كلور المدار الأول 2. الثاني 8. والثالث 7. الله ممتاز. شو بحاجة؟ بحاجة لواحد، بصير سالب 1. ممتاز، سالب 1. طيب الـ NaCl كيف رح أكتبها ببونا لوس؟ أنا ببونا لوس. مجد بقطع الصوت عندك كثير؟ الصوت كثير بخابط. أوكي هيك منيح؟ طيب. هيك ممتاز. طيب ببونا لوس هو حكى لي انه اكتبها ببونا لوس. بونا لوس انا بحط العنصر وبحط الالكترون اللي بالمدار الاخير اللي هو حيكون 1. هيك تمام؟ 1. وبحط مين على الجهه الثانيه؟ الكلور. بحط هاي له. تمام؟ وهيك بيكون صار عندي NaCl. تمام؟ هاي هذا هيك وهذا هيك. وممكن إنك ترسم المدار الأخير وتعبي عليه السبع إلكترونات كاملين. تمام؟ ماشي. شكراً لك. مس شو اسمه؟ الدوسيات وين توزعوا بعمان؟ بباص أبواب. اللي حضر تجمعات باص أبواب سواء بإربد أو بعمان بجبل الحسين واستقلال مول وجاليريا مول وحدائق الملك عبد الله بالمقابلين وهيك. ماشي ماشي، يعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا. يلا يا منى. مس هسه الدوسيات موجودة بالمكاتب؟ لا مو موجودة، بدكم اياها بالمكاتب. انه عشان الشيء ما قدر ياخذ من الباص ابواب. بس هاي الاسئله موجوده، يعني بتقدر تعمل سكرين شوت بتصير السؤال عندك. او انقلي. او ان شاء الله بنحط لكم اياهم بال على جروب الفيسبوك. تمام مساء، جبتين حلوات. طيب يلا نروح صفحه 22. سؤال 22 اشرن قولي لي. تليفون ثاني؟ طبعا. تمام. يلا مين بده يحل معنا هذا السؤال؟ شامخ. حكيت كأنه منى. منى موجودة. أنا فتحت عشان ما سمعت. حكيت منى بس منى. منى موجودة. يلا يا منى. منى حليتي شيء؟ حليت. لا ما بعرف، مش متذكرة. أنا قلت النقد البناء. النقد البناء أنا. على. بس سؤال. بس هذا إيش المكتوب؟ مش عارفة أحل إشي منه. بس ولا مش فاهم شيء. هذا الجدول مش عارفه شو هذا. طب ما احنا لسه ما حلنا. ما هو كل اسئلتك تشرحي لي عشان اقدر احله. يا الهي يا ما شاء الله. مس اول مره هيك بشوفه. جدول دوري، جدول دوري هذا.
بس أكبر والله. دليل إن إحنا فاهمين كل العلوم بطريقة سهلة. شكلكم مش حلين أسئلة الوحدة. ليش في ضرب؟ ليش؟ أسئلة الوحدة زي هيك. طيب هينا بدنا نحل السؤال، هينا بدنا نحل السؤال. بس استنى شوي، شامخ تحل معي؟ من السيارات تجيبي واحد غير لأني مش عارف أحله. بما إنك مش عارف بدك تحله معي، يلا. هلا شوف قد الموضوع لا. سهل. آه تخيل. أنا بطلعكم من الكومفورت. ما ولا إشي ولا شيء. أنا بطلعكم من الكومفورت زون تبعكم، تبع إنه مروا على الأشياء اللي عارفينها. لا ما مروا على الأشياء اللي عارفينها، مروا على الأشياء اللي بدها جهد. طيب يلا. ركز معي. يلا. لو سمحتوا الكل ميوت. آه عبد الله. مس. الصوت رجزي أول. صوتي؟ ضعيف. معناته المشكلة من عندكم، يعني I hope إنه تكون مشكلة من عندكم مش من عندي. لا لما أول مرة لما أول مرة قلت لك ظبطيه صار كان عالي، حاسة ظبطي. طب أجرب أشيل السماعات وأشوف، بس هو مش بالعكس صوتك منيح يا مس. هيك لا هيك هيك صار واطي. هيك صار واطي؟ مس كتير واطي. مس هيك صار واطي كتير. هيك كتير واطي. مس لسه حط السماعات أحسن، سماعات صوت عالي. هيك هيك عادي زي قبل. رجع صوت زي أول. رجع واطي ولا عالي؟ عالي. صوتك منيح يا مس. اللي شايف إنه الصوت واطي يمكن تكون مشكلة من عنده. بس يمكن مو موت التلفون. بالضبط. أنا عليت أكثر من مرة يا مس. طب هلا رح أصرخ. حط يلا. طيب سماعات أو حط سماعات كثير أفضل، ما تسمع الصوت لكل البيت. يمكن المشكلة عندك من السماعات. أهلا رند. طيب يلا 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 شامس. ثواني خل نحط سماعات بس. يلا عبد الله اعمل ميوت عشان عشان في صوت سماعة فيه. هاي جاي من عند عبد الله. يلا جاهزين؟ حطيت السماعات. يلا يلا اقرأ السؤال. اقرأ يمس. يلا اقرأ. ما الصيغة الكيميائية للمركب الناتج من التفاعل العنصر الافتراضي مع العنصر الآخر دي؟ طب العنصر X. الافتراضي X مع العنصر X. الافتراضي دي. معناته هو هذا مش صعب، بس هو ما بدي يحكي لك شو اسم العنصر. مس 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 عادي. لا مش عادي عشان أنا بحل أنا وشامخ. طيب أولاً باجي بطلع على العنصر X بأي مجموعة موجود؟ بالثانية. بالثانية إيش يعني؟ كم من إلكترون؟ أوكي بالمجموعة الثانية أولاً رح يفقد ولا رح يكسب؟ يعني رح يصير أيون موجب ولا أيون سالب بناءً على اللي شرحته أول الحصة. يا عيني موجب. عليك بده يصير أيون موجب، بتحط لي هالإكس وبتحط فوقيها موجب. طيب موجب كم بما إنه بالمجموعة الثانية؟ اثنين. الله عليك موجب اثنين، لأنه مس مروة حكت إنه المجموعة الأولى والثانية والثالثة يعني هاي وهاي وهاي تشكل أيونات موجبة وحسب رقم المجموعة. أيوه. طيب تعالي على العنصر الثاني. إيش العنصر الثاني؟ دي. العنصر دي، العنصر دي بأي مجموعة موجود؟ 15. طيب لا كيف بتعدهم أنت؟ 1 2 3 4 5 5 5 6 7. أنا بالمجموعات 5 و6 و7 هدول الثلاثة بيعطوني أيون سالب. سالب. وكيف ببدأ أعد؟ هذا بما إنه 7 فهو رح يحتاج إلكترون واحد سالب واحد. هذا بما إنه 6 زي الأكسجين رح يحتاج إلكترونين سالب 2. وهذا إيش رح يحتاج؟ سالب 3. الله عليك. فباجي أنا عند الدي إيش رح يكون عدد تأكسده؟ سالب 3.
سالب 3. وخلص السؤال. هلا ايش بدك تعمل؟ ايش الخطوه هلا عشان اكتب الصيغه الكيميائيه؟ شو بعمل؟ اجمعها. لا، ضرب تبادلي. ضرب تبادلي، بضرب ضرب تبادلي. الاكس بحط لها الثلاثه والدي بحط لها اثنين. اكس 3 دي 2. خلص السؤال. هاي الصيغه الكيميائيه. بس يمكن صعب ولا سهل؟ سهل. بعد كل هالشرح مش فهمتي لسه يا ديما؟ أنا لا، أنا راح أعتزل الفن الصراحة. ولا أنا مش فاهمين، بس مش راح أعتزل التعليم. طيب يلا ركزوا معي، اطفولي المايكات كلكم، خليني أحكي. طب في ناس ما كانت فاهمته وفهمته. طيب ركزوا معي. أنا فهمته. بسم الله، اكتبوا عندكم في الجدول الدوري المجموعات 1 و2 و3 تشكل أيون موجب. اتركوا لي 4. 5 و6 و7 تشكل أيون سالب، واتركوا لي 8. طيب 1 إيش الأيون اللي بتشكله؟ يعني بصير عدد التأكسد فوق العنصر رح يفقد إلكترون، فبصير عندي فوقي موجب 1. أي عنصر في المجموعة الأولى عدد تأكسده موجب 1. أي عنصر في المجموعة الثانية عدد تأكسده موجب 2 اللي هو الرقم اللي فوقيه. أي عنصر في المجموعة الثالثة عدد تأكسده موجب 3. تركنا 4، روحوا لي على 5 و6 و7. مش أنا وقفت عند موجب 3؟ ارجعوا رجوع. عندي 5 عدد تأكسده، بما أني موجب 3 مقابلها سالب 3. 6 عدد تأكسده سالب 2. 7 عدد تأكسده سالب 1. تمام؟ طيب حكى لي اكتب صيغة كيميائية. مس حكت لنا انه الصيغة الكيميائية احط العنصر واحط فوقيه عدد تأكسده. من وين جبنا عدد تأكسده؟ حسب المجموعة اللي موجود فيها. جبت كل عنصر حطيت فوقيه عدد تأكسده وضربت ضرب تبادلي، اعطيت لكل عنصر الرقم اللي فوق العنصر الثاني. طلع معي آخر إيش الصيغة الكيميائية؟ X3D2. أأمل يا ديما إنك تكوني فهمتي. بس أنا فاهمة، أنا حكيت إنه أنا كثير فاهمة. آه أوكي. مين ما بعرف مين الحكى. مين اللي كان مش فاهم؟ راما. راما. راما يا فاهمة يا مش فاهمة، فيش يمكن. بس مش فاهميته. لسه ما فهمتي؟ ارجع للايف. بس لما شرحتي ان اول 3 موجب و 5 و6 و7 سالب. طيب بعدين كيف الامور صارت؟ مس ولما ضربنا ضرب تبادلي في مشكله بالضرب التبادلي؟ لا، يعني الضرب سهل بس. تمام. يسلم. اهلا وسهلا. والله يا ربا مش عارفة يعني إيش أحكي لك. يا ترجع تحضر اللايف، يا حط جنبك شغلة طيبة كليها، خلي دماغك تفتح. يلا إياد، حليت معنا السؤال 23؟ مش بدي قاطعك، استنى شوي. يساوي 6، مش ليش ما حكينا إنه يساوي 6؟ إيش هو اللي يساوي 6؟ أنا ما بضرب، أنا بضرب ضرب تبادلي. بضرب ضرب تبادلي. الدي بعطيها عدد تأكسد الإكس، والإكس بعطيها عدد تأكسد الدي. إياد إيش سؤالك؟ بس طب أنا كيف بدي أحدد على سؤال 23؟ طب ما استنى، فكرت فيه إيش بسؤال 22. تفضلي يا مس، صح؟ إيش هو؟ بسؤال 23 بدي أعطيكم التريك بجنن. ياريت نحط له لون هيك أحمر عشان أفرجيكم التريك اللي بجنن إله. هذا من الأسئلة اللي رح ضلها تيجوا معاكم من هون لصف أول ثانوي. لما يحكي لي رتب العناصر تصاعدياً بحسب سرعة تفاعلها مع الأكسجين. طيب تصاعدياً يعني من الأقل تفاعل
شايفين اللون الأصفر؟ أنا مش شايفته، مش واضح كثير. أوكي يلا بس هسوي خرصين. شو اسمه؟ شو هو خرصين؟ خرصين عنصر زد إن هو رمزه. طيب آه. عندي من الأقل تفاعل إلى الأكثر تفاعل. طيب في عندي كلمة مفتاحية بستخدمها عشان أعرف. زين دكتور صوب أرصب يا زين، عشان أعرف العناصر رح تتفاعل سريع أو لا، وهي بصلكم. أكتبوا معي بصلكم، أخ أو أخ، حر، فذ. بس أحكي لك شغلة، أي إشي بده ترتيب بأخذ أنا كمان أول حرف حسب الترتيب تصاعدي أو تنازلي، بأخذ أول حرف وبعمل جملة أو كلمة، هيك دايما بعمل. طيب الفكرة كيف؟ الفكرة رح تبدأ بكل حرف إيش العنصر اللي بيدل عليه. طيب خلينا أضبط هاي وأحط النون مكانها. أخ، لا لا راح القلم. طيب أخ وحر وفد. شو يعني حرف الباء؟ بوتاسيوم. اكتبوا معي. صاد صوديوم، لام ليثيوم، كاف كالسيوم، ميم مغنيسيوم، ألف ألمنيوم، خاء خرصين، حاء حديد، راء رصاص، نون نحاس، فاء فضة، وذال ذهب. هاي حكت لكم كل هدول من العناصر المجموعة من المجموعة الجدول الدوري طبعا. وأنا بنتقل من حرف الباء لحرف الذال، يقل أو تقل سرعة التفاعل. لحقتوا تكتبوا ولا ما لحقتوا العناصر؟ مش راح أكتبهم أنا. إيش يعني تقل سرعة؟ إيش يعني تقل سرعة التفاعل؟ يعني أنت حكتي لنا خارصين، أنا بدي أخذ حرف الخاء، وحكتي لنا نحاس نأخذ حرف النون، وحكتي لنا ليثيوم نأخذ حرف اللام. بس طيب هذا جواب أنا. استنوا شوي، الأعلى سرعة تفاعل ليثيوم، بعدين خارصين، بعدين نحاس. بس هو حكى لي رتبهم تصاعدياً. إياد أمس منبلش أول إشي من تصاعد من الصغير للكبير، من الأقل تفاعل للأكثر. مين أقل إشي؟ النحاس. يا عيني عليك. بعدين الخارصين. الله عليك. بعدين الليثيوم. عرفتوا كيف حلينا هذا السؤال؟ لو أنتوا المس ما أعطتكم التريك بهاي الكلمة كان أنتوا ما رح تعرفوا تحلوا. مس مس إيش الجملة اللي كتبتيها؟ بصلكم أخ حر فذ، كل حرف فيهم بيجمع عنصر من الجدول الدوري. الباء بدل على البوتاسيوم، الصاد على الصوديوم، اللام على الليثيوم، هيني بعيد يا ربا، الكاف كالسيوم، ميم مغنيسيوم، ألف ألمنيوم، خاء خرصين، حاء حديد، راء رصاص، نون نحاس، فاء فضة، وذال ذهب. تمام؟ من حرف الباء لحرف الذال بتقل سرعة التفاعل، يعني الباء أعلى إشي والذال أقل إشي. أوكي؟ وهيك يا إياد عرفت تحله. طيب يلا يا مين دي حل؟ يلا يا إيمان. إيمان طيب إيمان مش معانا. زهير
زهير مش معانا. نعم يا مس. يلا زهير، السؤال يقول اكتب معادلة كيميائية موزونة لتفاعل المغنيسيوم مع الماء. تتذكر شو حكينا على تفاعل المغنيسيوم مع الماء؟ صراحة لا. اوكي شكرا لصدقك. اولا المغنيسيوم فلز ولا لا فلز؟ فلز. الله عليك، معناته بحكي مغنيسيوم تكتب معادلة اللهم صل على سيدنا محمد لفظية بعدين رمزية. عندي مغنيسيوم زائد ماء، ايش بيعطيني؟ بيعطيني هيدروكسيد المغنيسيوم. هيدروكسيد المغنيسيوم زائد ايش؟ زائد غاز الاكسجين. غاز الاكسجين عفوا غاز الهيدروجين. طيب كيف باجي بكتبهم؟ بكتب المغنيسيوم اللي هو Mg زائد H2O. يا عيني عليك ايش بيعطينا؟ طب خلينا نبدا من الاخر، حكينا غاز الهيدروجين هاي ال H2. طيب هيدروكسيد المغنيسيوم كيف راح اعبر عنه؟ Mg H2. تمام MgO. طيب هلا لما انا احكي هيدروكسيد معناته انا بحكي عن الاو اتش، تمام؟ ولما انا احكي عن المغنيسيوم معناته انا عم بحكي عن الام جي. بس بدي اتاكد هل الام جي او اتش صيغتها هيك صحيحه ولا لازم احط باي 2؟ على اي اساس باجي على الام جي وبوزع عددها الذري 12 2 8 2. هذا يعني إنها رح تفقد هدول التنين اللي موجودين هون وتتحول ل Mg plus 2. وإحنا حافظين يا مس إنه الهيدروكسيد الـ OH minus 1 لما أضرب ضرب تبادلي، هذا يعني إنه الـ Mg هي اللي بدها تاخد التنين، عفواً الـ OH هي بدها تاخد التنين تبعت الـ Mg والـ Mg بدها تاخد واحد. معناته باجي هون بعمل باي 2. وقبل شوي سألتوني مس متى بنعمل باي ومتى ما بنعمل؟ بما أنه أنا عندي هيدروكسيد OH فذرتين، أنا قصدي أنه الأكسجين تنين والهيدروجين تنين، عشان هيك بحط قوس وبحط التنين بالأسفل. تمام؟ على أساس يعني أنه كل الاثنين للكل. التنين للكل. شكراً لك، شكراً للحدا اللي كان يساعدك لو في حد ساعدك. يلا هي زي هذا المثال صفحة 77 نفسه. موجود في الكتاب. طب هاي كمان سؤال جدول دوري، عشان انتوا بعرفكم بتحبوا جدول الدوري كتير. مين بده يحل؟ مين بده يحل معنا؟ يلا بسرعة قبل ما اختار. لا يا را سمعت صوتك قبل. وديما كمان. يوسف مرحبا. أهلا نور. مثلا أسألك وحدة الحرارة متى رح تبدي تشرحيها، اليوم ولا متى؟ منراجعها من خلال الأسئلة، فهلأ بس نخلص هاد نروح للأسئلة اللي في وحدة الحرارة. بس هي أسهل وحدة يعني. تمام. طيب يوسف منى جاوبتي. يلا يوسف مس أهل. لا يوسف معنا. مرحبا مس. أهلا أهلا. الو يوسف هاي أنا طلع أنا. معانا طلع معانا على الراديو. طيب ايش ديما بحكي انه حل يوسف ما حل حليت كن صادق مين مثلا لا في واحد ثاني بس ما حليت بس انا بتحكي مس انا في اثنين يوسف مس انا اذا بدك تحكي لي يوسف احكي لي عطيات حليت. مس حليت. طيب في عندنا يوسف الثاني. ايش يوسف ايش هيني انا مرحبتين. ايش النديك يوسف قواسمة. قواسمة. يلا يا قواسمة نبدا. بحكي لك انا عندي جدول دوري من 1 ل 8 مجموعات وحاطط لي جواتهم رموز لويس. ايش يعني رموز لويس؟ وهي في عندنا يوسف احمد كمان. طيب ايش عندنا برموز لويس؟ حاطط لي عدد الالكترونات في المدار الاخير من هون. بديش ارجع اعيد بس بدي اذكركم قبل شو حكينا. المجموعه الاولى
بتكون موجب واحد. أعطيني أيون موجب. استنى نخلي قلمنا يكتب. طيب والثانية موجب واحد، والثانية موجب اثنين، والثالثة موجب ثلاث، الرابعة بنحكي معها إشي؟ لا. طيب الخامسة؟ لا 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 سالب ثلاث. شش ديما، موجب. خلي الشباب يساعدوا بعض. سالب ثلاث، برجع رجوع، سالب تنين، سالب واحد. الله عليك. طيب أعطيني عنصرين بيعطيني رابطة أيونية. شو يعني رابطة أيونية؟ يعني واحد بده يتنازل ويفقد، والتاني بده يتنازل ويكسب. طيب معناته بده يكون واحد من أول ثلاث مجموعات وواحد من آخر ثلاث مجموعات. يلا أعطيني تشكيلة هيك مرتبة. تشكيلة مرتبة، الواحد اللي هي H، الهيدروجين مع مين؟ مع الفلور. هيدروجين بتحط فاصلة، حلو، هيدروجين مع فلور HF. ليش اخترت هيدروجين وفلور؟ طيب بس لأنهم هون هذا بيكسب الهيدروجين رح يعطيك موجب واحد، حلو، والثاني والفلور رح يفقد والفلور رح يعطيني سالب واحد، فبصير عندي صيغتهم الكيميائية HF. بس ده اسأل، ليش يسعد قلبك خان الرابعة متركها؟ نعم، ليش الخان الرابع متركها؟ الرابع تشاركي مش أيوني، زي الكربون في عندها أربعة، لا بترضى تفقد ولا بترضى تكسب ولا بتعرف تتعامل ولا إشي، بتحكي لك خليني أتشارك، أو رابطة تشاركية أو تساهمية، خليني أتشارك مع حدا. وهلأ رح نشوفها باللي تحتها يا إياد. ناس دي أسألك سؤال، ليش اخترنا الاسم؟ ما هي لما تفقد الواحد بروح الواحد تاعها. مين؟ بس لما الاتش يفقد الواحد تاعه بروح، ببطل فيه ذرات عنده. الاتش اف؟ الاتش الاتش لحال. هلا الهيدروجين هون ما رح يفقد ال استنى شوي. في عندك انا في عندي هيدروجين. لا استنى شوي عندي الهيدروجين لا رح يفقد ولا رح يكسب، رح يتشارك، صح؟ بحكي معناته ال HF ال HF تشاركية، هيك برسمها برموز لويس، بحط الهيدروجين وبحط هالنقطة وبحط الفلور كمان وبحطها جنبها، لأنها إذا فقدته ما رح يضل في عندها إشي. صح يا ديما، شكرا إليك. أنا مش ديما يا يارا. مش يارا صحي أكتر منك يا يزن. طيب نقدر نحط مكان الهيدروجين على طول مين؟ الليثيوم. بنحط هون ال LI، خلينا نشيل HF من هون. شكرا يا يارا. طيب بنحط هون الليثيوم، لأنه الليثيوم حتما رح يكسب واحد. بس ما أنا كاتب لك على الشات إنه الليثيوم LIF. ما انتبهت والله، ما انتبهت. هيها إيمان كاتب فلورو ليثيوم، وبقدر أخذ صوديوم مع الكلور، وبقدر أخذ بورون مع بوتاسيوم، بقدر أخذ أي إشي من هون. الواحد هو ما عنده إلا واحد، ما رح يقدر إنه يفقده، رح يصير عندي صفر، فيفضل إنه هو يشارك. تمام؟ طيب تعالوا طبعاً هو الاستثناء الوحيد، أنا ما خبرتكم عنه، هاي الحق علي، هو الاستثناء الوحيد بالمجموعة الأولى، هو صاحب المجموعة الأولى وفي عنده برموز لويس واحد، بس هو يميل للكسب. زي مين؟ لأنه هو أنصاف الأرقام، زي المجموعة الرابعة. تذكروا المجموعة الرابعة هلأ شو حكينا؟ إنه في عندها أربع إلكترونات، لا بدها تشيل ولا بدها تجيب، فشو بتعمل؟ تتشارك. نفس الشيء الهيدروجين. مثل الرابطة الأيونية هي الرابطة رابطة بيكون العدد الذري تاعها فردي. كيف العدد الذري فردي؟ إنه ما يكون مثلاً أربعة، يكون خمسة أو طيب. ثمانية أو طب سبعة. هلأ شوفي سؤالك عام، لما أحكي رابطة أيونية معناته أنا في عندي عنصرين بدهم يفقدوا أو يكسبوا. بعدين بروح بحكي السؤال الثاني، باجي على أنت بتسألي عن عدد الإلكترونات في المدار الأخير. هي الفكرة مش إنه يكون فردي، الفكرة إنه يكون قابل للفقد أو الكسب، بس ما يكون نص الرقم. يعني أنا المدار الأول في إلكترونين نصهم واحد، إذا صار في عندي واحد معناته بده يتشارك. المدار الثاني والثالث
لازم يستقر يكون في 8 نصه 4 فهاي الأربعة معناته إنه هو رح يتشارك. بس لما أجي على مدار في 6 أو 7 معناته هاد بده يكسب. بس هاي مثلاً في 6 هاي العدد زوجي بس هو رح يكسب إلكترونين. طبعاً الفلور بيزبط مع الليثيوم. أكرم جاوبت صح؟ أكرم جاوبت ولا لا؟ بس أنا بدي أجاوب. سدين رح تجاوب. اخترنا سدين. أي مس. سدين تحكي إنه في عنصرية في اللايف وأنا لا أقبل. أنا لا أقبل إنه ينحكى عني في عنصرية. فيلا يا سدين. بس هنا بدنا نعدل على هذا السؤال. نوع الرابطة بين ذرات الكربون والهيدروجين. إنه الهيدروجين والكربون رح تكون تساهمية. رابطة تساهمية. لأنه الاثنين بتشاركوا. الاثنين رح يتشاركوا فنوع الرابطة هي تساهمية. طيب كيف بنرسمها لبيلي ويست تتذكري؟ إنه بنحط شو اسمه الكلور بالنص. كربون هي بس هيدروجين الكربون اللي هي بالنص وحواليها أربعة وبحط أربعة لأنه هاي شكلها هون هاي هالكربون هيك بحطها نفس شكلها ما هو موجود هون بعدين بحط هيدروجينة في كل واحدة منهم هاي هيدروجينة هون هاي هيدروجينة هون وهي هيدروجينة وهي أيضا كمان هيدروجينة تمام؟ تمام طيب يزيد عنا يزيد يلا يزيد يزيد السلام عليكم مش وعليكم السلام يا مرحبا يلا يزيد السؤال بيحكي سؤال أنا عندك سؤال اسأل بس أنا يعني أخذت الوحدة هاي خلصت كلها بس عندي سؤال يعني بالوحدة اللي بعديها مغناطيس طيب طب أخلص هذا السؤال تسأل سؤالك بس عشان إحنا يلا عادي من هذا السؤال أوكي يلا أحله أنا منى لا جاوبتي أنا غنى في كثير أنا ناس لسه مين أنسي نديمة لأنه هو حكى لي أربع ذرات هيدروجين ماس يا مس أجرب أحله أنا لا حليتي ليث فاطمة ولين بس أنا ما حليت نشوف مين من هدول مين أنتي أنا ديما ديما حليتي غنى أنا طيب. بس أنا بساعد بس أنا ما حليت طيب يعني سمعنا صوتك يزن بس ما في حدا بدي حل خليني أحل هاي يزن طيب. أو ريتاج يلا يزن أو ريتاج مين تفضل معنا أنا بدي أحل حاضر يزن والله شكله يزن فاتح اللايف ورايح يتعشى ريتاج مش راضي يفتح المايك ماشي يزن ريتاج اسف ريتاج كنا عملتك ميوت مرة تانية مس معك تفضلي ريتاج السؤال بيحكي لي اعطيني الصيغة الكيميائية لكلوريد الكالسيوم هاي الكلور موجود عندي هون شايفتي ايش رح يكون عدد تأكسده هو بالاصل 17 طيب هو عاطيني اياه بمداره الاخير في 7 تمام معناته عدد تأكسده في الأعلى إيش الرقم اللي بده يكون عنده؟ زائد ناقص واحد ناقص واحد هاي الكلور طيب والكالسيوم شو الإيتيل كالسيوم هاي هون إيش رح يكون الكالسيوم بما أنه بهاي المجموعة؟ زائد 2 زائد 2 يلا أضرب ضرب تبادلي شو بطلع معك؟ سي اي او سي ان زائد 2 صح لا بنزل الاثنين لحالها سي اي سي ال 2 تمام ممتاز يزيد في حدا بده يجاوب يا جماعه ما فتحت له المايك
أنا ما جاوب. لين أو ريان؟ سنشوف. لين أو ريان فتحت لكم المايك. لين ريان أكرم جاوبت، بتول جنى بنان. أنا مين؟ ديما. جنى. لا جنى، جنى هي جنى فتحت المايك. جنى سامعتيني؟ أي ما سمعتك. يلا، عندي أكسيد حديد. أكسيد إيش يعني؟ إيش العنصر الموجود عندي؟ الأكسجين. طيب عدد تأكسده، الرقم اللي فوقيه. سالبتين. هيا موجود بهاي هون، معناته سالب تنين. ممتاز، هي سالب تنين. طيب وحديد شو عنصره؟ شو رمزه؟ Fe. طب بالنسبة للحديد أحكي لكم معلومة عنه، إنه في إله عدد تأكسد موجب تنين، ممكن يكون عدد تأكسده سالب موجب تنين، موجب ثلاث. تمام؟ فلو افترضنا إنه موجب تنين، كيف رح تكون؟ أنا بعرف إنه الأقل مرة موجب تنين مرة موجب ثلاث، والحديد كمان إله أكثر من عدد تأكسد. طيب جنى، إيش بعمل بالموجب تنين سالب تنين؟ ضرب تبادل. طيب بس أنا عندي رقمين بشبهوا بعض، لما يكون رقمين بشبهوا بعض بشيلهم هيك بروحوا مع بعض. ممتاز، بصير عندي FeO اللي هو أكسيد الحديد. مس، متى بدنا نعرف إذا عدده موجب تنين أو موجب ثلاث؟ بتعطيك المس بالنسبة للحديد، هي بتعطيك لأنه يعني special case. أوكي ماشي. طيب في حدا كان بده يسأل على المغناطيس؟ طيب خلينا أطلع شوي بالأسئلة. كلكم فاتحين مايكات؟ كلكم فاتحين مايكات؟ طب أكرم والله ما بزعلك، ها يلا أكرم. عمري فتحت لك المايك، بس هون في سؤال يلا هسه حلتيه. اللي هو نوع الروابط الكريم، هذا كربون ومي. هسه في تقدر تعمل طريقه ثانيه للتساهميه. كيف؟ اللي بتحطي الكربون دائره، حط ذرتين فوق، واحده فوق واحده تحت هيك. طب ما هو حكى لي اربعه هي. ايوه تعمل فوق واحده وتحت واحده، بعدين تعمل دائرة ثاني جنب، بتعمل واحد وحدة فوق وحدة تحت، بتوصلين يعني للصف هيك حكالي صح. يعني بالنهاية بيطلعوا أربعة؟ خلص ممتاز. طيب يلا حل معي هذا السؤال بسرعة. مين من هدول حواجز تمنع دخول مسببات المرض؟ جلد، إفرازات جسم، خلايا دفاعية، ولا كلياتهم؟ بس أي صفحة بس؟ لا شو أي صفحة، هاي أنا فاتحت لك امتحان. بس أنا عندي سؤال قبل الامتحان. إيش يزيد؟ عن المغناطيس. هلا بشوف سؤال المغناطيس. مس خلايا دفاعية. كلياتهم. وأنا بعطيك واحدة أنا بس. كلياتهم بمنع دخول المسببات. لا تمنع دخول مسببات المرض. مين؟ بس إفرازات الجسم. إفرازات الجسم ممكن، وفي كمان إشي برضو الجلد. هلا الجلد، شوفوا الجلد هو خط الدفاع الأول، تمام؟ إفرازات الجسم برضو، مثلا لما يكون في عرق بتكون نسبة الملوحة فيه عالية فتقضي على مسببات المرض. بالنسبة للخلايا الدفاعية بتكون خلص دخل، تمام؟ فبقدر أعتبر الجلد لأنه الجلد هو خط الدفاع الأول. جميع ما ذكر لأنه بس الجلد زي ما حكيتي. بس لا استنوا شوي، الخلايا الدفاعية موجودة جوا، هو بيحكي لي ما دخلت مثل الجلد. الجلد هو اثنين. الجواب الجلد لأنه هو خط الدفاع الأول، وبقدر أعتبر إفرازات الجسم لأنها أصلاً موجودة على الجلد. يعني الجلد. طيب الضوء الصادر عن الأشعة المنعكسة، اللهم صل على سيدنا محمد، أنا بنزيه عشان أعرف أقرأ السؤال.
طب بحكي لي يمر الضوء الصادر عن الأجسام أو المنعكس عنها عبر أجزاء مقدمة العين يصل إلى الشبكية. إيش حكيت الجواب؟ ثلاث. استنوا نشوف ثلاث. هلأ شوفوا هنا في عندي سمعية عطول بستثنيها، بعدين في عندي هنا عصب سمعي برضو بستثنيها، بضل عندي واحد وثلاث. واحد ضوئية تستقبل الضوء وتحوله إلى سيارة عصبية ينقلها العصب البصري. اللي تحت عندي تستقبل الصوت برضو لا، معناته واحد. اللي حكى ثلاث استعجلت يا صديقي، بس أنا أول واحد قلت واحد. طيب العصبونات هي مستقبلات عضوية حسية ولا حركية؟ حركية. حركية. لا 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 بس حسية موجودة بهالأدب الكتاب، بس اقرأوا بين السطور. طيب عندي مستقبلات اللسان الحسية وين موجودة؟ نتوءات اللسان. نتوءات اللسان اللي بتحتوي على براعم التذوق. طيب المناعة. مناعة متسكة. استنوا عشان أنا عندي أسماءكم مغطية على السؤال. المناعة. طيب هلا بحكي للسؤال، في اي انواع المناعه تنتج من عمل مجموعه من الخلايا والانسجه والاعضاء عشان تقاوم مرض على نحو متخصص؟ المكتسب. يعني مش اي طبيعيه. طبيعيه المناعه المكتسبه لانها على نحو متخصص، تخصصت بمرض معين، مش اي مسبب مرض. طيب ليست من مكونات جهاز التناسل الأنثوي. على السريع مبيض رح الخصية هي موجودة في الجهاز التناسل الذكري. طب مين من هدول مش من جهاز التناسل الذكري؟ مبيض. خلاص احكي مرة واحدة بصرخ زهير. طيب يلا سريعا، تتحرك البويضة عبر قناة البيض تحتوي على عضلات تنقبض وتنبسط، وين بتدفعها؟ الوعاء الناقل. الوعاء الناقل. مصر لا بدي 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 الرحم. 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 ايش دخل الوعاء الناقل بجهاز تناسلي انثوي؟ ليش بده يكون في وعاء ناقل؟ وعاء ناقل الو جهاز تناسلي انثوي. الرحم. ركزوا يا شباب الله يرضى عليكم. عصات الرحم. ما أنا هيني شايفة أنت ويوسف في مرحلة الأشهر الثلاثة الأولى بيبدأ بتحريك الأصابع يديه. هاي حليناها مبارح. القلب عضو في جهاز الدوران وجزء أكيد من جهاز عضلي. البنكرياس عضو في جهاز الإيش؟ الهضمي. لا لا البنكرياس عضو في جهاز الغدد وهو ملحق بجهاز الهضمي. جهاز هضمي. ولك زهير ولا انت اللي بتعيد الاجابه 6000 مره، ما انت لو جاوب صح والله ما بحكي. ايادي معناته مثل معي. طب ركزوا معي ركزوا معي ركزوا معي. القلب جزء في جهاز العضلي تمام؟ أو جزء في جهاز الدوران عفوا تمام؟ وهو أيضا عضلة. الجهاز العضلي وهو عضلة وهو جزء من جهاز الدوران. البنكرياس استنوا استنوا استنوا. البنكرياس عضو في جهاز الغدد الصم ولكنه غدة ملحقة بالجهاز الهضمي. عم بلا هيك هلا هذا في جهاز خلص جزء من جهاز تمام يلا. العضلات أنسجة متخصصة تتكون من بروتينات نوعين. لا عندي إرادية ولا إرادية. لا إرادية. عضلات أكرم إرادية. والله غير أعمل لك ميوت يا أكرم. مش شايف مش أنا. عضلات إرادية لا. قسما بالله وانا. مش أنا إياد. طيب عبد الحق ما سمعنا صوتك. يلا هذا السؤال لعبد الحق اسكتوا كلكم. عبد الحق جهاز الغدد يحتوي على نوعين من الغدد. إيش قنوية لا قنوية. قنوية لا قنوية. لا قنوية. مين اللي حكى هلأ؟ يعني بطلع اسمه عندكم مين؟ ما عندي قنوية ولا قنوية. قنوية.
قسما بالله وانا اللي صرخت. طيب عندي في حدا كان يسألني عن الحرارة وهي وصلنا لأسئلة الحرارة. عندي مقياس الحرارة عشان أعمل أنا أحط الدرجات على الميزان كنت أستخدم إيش؟ أستخدم درجتي إيش وإيش هم؟ انصهار وتجمد و... انصهار وتجمد درجة الماء. تجمد الماء والغليان درجة. ما كنت أخذ انصهار كنت أخذ درجة تجمد وغليان ودرجة. طيب مش بس تنتهي الحصة عشرة. درجة الحرارة هي متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكونة للجسم لما بتزداد سرعة هاي الجسيمات. يا أكرم متوسط. لا فبتنخفض درجة الحرارة. غلط. واحد ارتفع درجة الحرارة. الرابعة بزداد فبترتفع درجة الحرارة. ما تنغروا بالإجابات خصوصا بوحدة الحرارة لازم تقرأوها من النهاية. واحد ظل يصرخ بس في واحد زي الراديو. هيني بدي اعمل ميوت للجميع على فكره شكلي عن جد اعمل ميوت للجميع. لا ما بحكي ما بدي اسمع ما بدي اسمع ولا صوت. انا هذا السؤال بدي اشرحه للي عنده مشكله بوحده الحراره. طيب انا ما بحكي. طيب بس هذا السؤال انا بدي اشرحه. يلا ليث اسكت بحكي لي يبين التمثيل البياني علاقه بين درجه حراره وزمن لمادة صلبة سخنت بانتظام. بما انه هاي المادة سخناها معناته اسكتوا ما بدي اسمع صوت. معناته كانت هاي المادة هون صلبة حرف الصاد هون صارت صلبة وسائلة عبين ما وصلت لسائلة بعدين هون صارت سائلة وغازية عبين ما وصلت كلياتها للغاز. مس كيف عرفتي؟ شرحنا خلال دروسنا منحنيات درجات الحرارة. طيب السؤال بحكي لي درجة الغليان وين موجودة؟ درجة الغليان اللي هي هون بين السائل إلى الغاز. أصلاً بيكون عندي درجتين درجة انصهار ودرجة غليان وهي تقدر ب70. نعم اللي عند الغليان هذا الخط الأعلى إشي تقريباً عند 90 ل100 هذا إيش؟ لا غليان يعني مش غليان لا طبقا. هلا أنا في عندي بديت صلب سائل غاز لازم تعرفوها هدول المرتفعين بيثبت لما بتبدأ تتحول من مادة لمادة وهي عشان تتحول كل السائل إلى غاز بكون أنا وصلت درجة الغليان عشان هيك السبعين هي درجة غليان وهذا بيجي بالامتحان. اللي مش فاهم يرجع للحصة. اللي مش فاهم يرجع للحصة. ماشي يا زيد مسكي زي هيك شفت الخط اللي تحت هذا اللي هون هذا درجة انصهار. لا اللي تحت اللي تحت اللي تحت الاس. طيب هذا الصلب صح بيكون الصلب صح. طب السائل والصلب هو الخط اللي لفوق طالع. لا صلب وسائل هون لما يثبت بصير صلب وسائل. طيب بالنسبه للسؤال 16 و17 و18 هدول الأسئلة رح أتركي لكم ياهم بدي أشوف إجاباتهم على جروب الفيسبوك. ليه؟ لأنه عبارة عن درجة اسكتوا على اللي عندي اسكتوا يا يارا على القاعدة القاعدة شو اسمه القانون يارا وأكرم ممكن تسكتوا اسمع بطلب. طيب الفكرة إنه أنا في عندي أخذنا درجات عفواً أخذنا قوانين عشان أحول من سيليسيوس لكلفن ومن كلفن لفهرنهايت وهكذا. هدول على القواعد. إذا مش حافظ القاعدة هون عن جد ما يعني لن يصعفك شيء في الامتحان. بس بدي أعلق على سؤال 19 بيجيكم كم تبلغ درجة حرارة الجسم بوحدة الكلفن. هون أنت بدك تكون ما أعطاني أمس درجة حرارة صح؟ بس أنت بدك تحفظ القاعدة اللي بتحكي إنه الكلفن بتساوي سيليسيوس زائد 273.75. ماشي؟ طيب مكان السيليسيوس شو بدك تحط درجة الحرارة الطبيعية للجسم اللي هي 30.37 وتجمعها لهذا الرقم. إذا مش متذكر إنها 37 بيكون راح عليك السؤال. طيب يزيد دقيقة يزيد كان في عندك سؤال أنت في آخر إشي إيش كان؟ بس فيش رابط للدوسية. أنا عندي سؤال إنه مثلا إذا جبت المغناطيس إلى قطبين مثلا قطب أنت ما بتعرف إنه هذا قطب جنوبي وهذا قطب شمالي كيف بدك تعرفي؟ لازم يكون
أوكي، لازم يكون في معطيات أخرى للسؤال، يعني ما في إشي اسمه أنا جبت مغناطيس مش عارف أقطابه. مثلاً لو حكى لك إنه قربت، امبارح حلينا سؤال زي هيك، ارجع للمراجعة القديمة. لو حكى لك إنه قربت هذا المغناطيس، أنا في عندي مغناطيس هيو، استنى أجيب القلم، أنا في عندي مغناطيس ما بعرف أقطابه هيو هيك، وقربته من مغناطيس آخر، أنا بعرف إنه هاي الجهة هي الشمالي، ولقيت إنه تنافر وابتعد هيك، كان مرسوم لك سهم إنه هو ابتعد، أوريدي بعرف إنه هاي الجهة شمالي وهاي الجهة جنوبي، تمام؟ طيب لو حكى لك إنه نفس المغناطيس اللي أنت ما بتعرف أقطابه قربته من مغناطيس آخر ووجدت إنه انجذب إله، بما إنه انجذب إله معناته هاي وحكى لك إنه هاي كانت مثلاً جنوبي، معناته هاي شمالي وهاي جنوبي، لازم يكون في معطيات أخرى للسؤال. تمام؟ جيت متأخر، فيش تعيد حل شو اسمه توزيع اللي فوق عبد الحق. هذه الحصة رح تكون موجودة خلال يومين على اليوتيوب، الأفضل إنك تحضرها كلها. شو رابط للدوسية؟ عارف أسألك سؤال، الدوسية رح أنزل لكم إياها على جروب الفيسبوك، ورابط هاي الحصة أول ما يطلع بنزل لكم إياه على الفيسبوك عشان تحضروا، أو على جروب الواتساب عشان تحضروا المراجعة. نزل الجدول تبع حصص المراجعة. حاضر. مع إني نزلت لكم إياه امبارح. مس ومحطوط على الجروب. أنا أسأل إنه إذا ما كانش في مغناطيس ثاني شو بنسوي؟ ما بزبط، معطيات السؤال كتير صعب، كتير ناقصة. أو شو بصير؟ بيحكي لك إنه أنا وقفت هذا المغناطيس حراً واستقر أحد أقطابه اتجاه الشمال الجغرافي، بعرف هاي جهة الشمال. اتجاه الجنوب الجغرافي، بعرف إنه هاي جهة الجنوب. لازم يكون في معطى آخر. ماشي. نعم. عسك سؤال. أكرم سريعاً. مثل في هو بوحدة الأخيرة. كمية ضخمة من الهواء تمتاز بخصائص متجانسة من حيث درجة الحرارة والرطوبة، تمتد رأسها للارتفاع العالية تصل إلى كيلومترات عدة، صحيح اسمها الكتلة الهوائية. الكتلة الهوائية ولا منطقة المصدر؟ ارجع إلى الكتاب، استنى نشوف. بدي مراجعة على الوحدة الأخيرة. في أسئلة للوحدة الأخيرة، هيهم موجودين برضو رح تحلوهم. خلينا نحل السؤال. ما رح نلحق، ضايل 5 دقائق. طيب لا، هاي آخر حصة مراجعة خاص، بعدها ما في. لا، عندكم اي سؤال حطوا لي اياه على الجروب بجاوب. ما راح نشوفك بايت علوم. لا للاسف. بس هذا المركبات الفضائيه. هذا تعريف الكتله الهوائيه يا اكرم. خلص ليه. طيب اسمعوا شباب، انتم موجودين في جروب الفيسبوك ولا لا؟ انا انا لا انا كمان هكيت. انا مش موجوده. بس انا كمان مش موجوده بالجروب تبع الفيسبوك والواتساب. طيب هيني راح احط لكم، هيني راح احط لكم اياه عشان اذا عندكم اي سؤال، وفي مجموعه اسئله تانية راح انزل لكم اياها برضه. بس نزليها على الانستغرام احسن. وين راح احط لكم اياها؟ باكثر من مكان. حاضر، بس خليني اجيب لكم. هذا انا بالامتحان، من امتحانات علوم على الابواب. كان في سؤال حليته مكتوب بالكتاب، حطوا لي اياه بعض الابواب غلط، مو مكتوب بالكتاب حطوا لي اياه صح. يعني في خطا في ال يعني انا حاططها صح، حافظها يعني حافظها حاططها صح، يحطوا لي على بس سلمت الكتاب حطوا لي غلط. يمكن موجوده خطا، استنوا اجيب لكم جروب، رابط جروب الفيسبوك يا شباب. يا مس بس الامتحانات اللي على المنصة نفسها يا بتكون 10 أسئلة وسهلة كثير، يعني ما في أشياء صعبة. وأنت اللي شاطرة مش سهلة. مس. شكرا شكرا. طيب استنوا يا شباب، استنوا علي لو سمحتوا، بدي أجيب لكم رابط جروب الفيسبوك، ما بدكم إياه؟ مس برضو بيكون في أسئلة الفصل هاي، بيكون فيها كل الأسئلة تاعت الوحدة صح؟ انا جاي حتصير تاسع حسب طلع المواد اللي بيشتركوا هي ولا بس انت تحدد اكاد ولا مهني؟ والله ما بعرف اشي بالنسبه للتخصصات. اخر الفصل الثاني ما بعرف اشي بالنسبه لتخصصاتكم، بس اجيب لكم رابط الجروب. بس انا سؤالي سالت اول الحصه، صح، كيف اللي خليه لاخر الحصه؟
نعم مو سامعة. أحكي أنه أنت حكيتي لي أنه خلي سؤالي لآخر الحصة. يلا سؤال أتحقق كان صح؟ آه طبعاً عادي بتقدر تبعتوا لي مسنجر. هاي إيفريوان اسمعوا، مين مش بالجروب ادخلوا على هذا الجروب كلياتكم. هلأ آخر بوست أنا نزلته بتأشوفكم كلكم معلقين عليه عشان أتأكد أنكم دخلتوا. بس البوست نزلتي كان عن جدول الحصص؟ لا تذكير حصة اليوم، اليوم نزلت لكم بوست. تمام. آراما آرند بس حطت لك لايك على الهاب خلص. في حدا كان يسألني سؤال آخر الحصة؟ سؤال أتحقق أي صفحة؟ بس آرند بس يمكن أحكي إشي لكل الطلاب. بس أنا بعثت الطلب. أوكي هلأ بقبلكم كلكم. آرند احكي. مس هسا إحنا بديروا بالبوات، يمكن ما حداش بعث لشخص تاني طلب صداقة أو إنه بعثوا الطلب عشان نحكي مع بعض. مس صارتني هاي وصلتني 3 مرات يعني إشي ضايقني. تمام لو سمحتوا ما حدا يحاول يزعج أي حدا بطريقة تانية. أوكي وهيني شوف تعليقاتكم. أنا مش داخل بجروب بالوات. طب ادخل على بعض في الهاتف من وين؟ طيب في حدا أوكي خليني أركز هلأ بالمهم. في حدا ضايل معي دقيقة بدي أجاوب السؤال أتحقق. مين كان؟ راما؟ أنا ديما. ديما شو كان سؤالك؟ صفحة أتحقق صفحة 149 حكت عنه مهم. حكت عنه مهم أنا ما وظيفة صاروخي المكوك الفضائي؟ طب أنت قرأت الفقرة اللي جنبهم؟ يا قرأتها. طب لازم عرفت الإجابة على السريع. شوفي شو بيحكي لك. يعمل صاروخات دفع، أجيب الماركر، في أثناء الانتقال. هيها إيش هلا هو حكى لي صاروخي الدفع صح؟ بروح بدور عليهم بالفقرة. هاي صاروخات دفع شو بيعملوا؟ رفع المكوك من على المنصة إلى الفضاء وإكسابه السرعة اللازمة وبعد هاي وظيفته خلص. بس طب إيش بصير فيه يا مس؟ بضلهم؟ لا بعد دقيقتين من الإقلاع بيرجعوا على الأرض. بس إذا في تجمع ثاني؟ بس هاي الوظيفة. تمام التجمع على فيسبوك وواتساب بس فقط. لا تجمع أنا ما عندي الواتساب أنا مش داخل فيه. نسو أنا كمان أنتوا موجودين بالفيسبوك؟ انا اسمع بالحق خلص الفيسبوك بتقدروا تكتبوا وتحلوا فيه براحتكم. الواتساب اصلا ما بتقدروا تحكوا عليه اي شيء. في حدا مش موجود بس في تجمعات باماكن لا ابواب بهاي الفتره لا ما راح يكون فيه ما بتخيل يعني كل التجمعات بعمان في صح بالضبط. تمام يا جماعه يعطيكم ألف عافية. نشوفكم إن شاء الله وأنتوا وأنا في أحسن حال. الله يعافيك. وأنا رح أشتقلكم جميعا والله ودعواتكم. بس حشوفك إن شاء الله بشوفكم. أنا دائما بحكي إنه الأردن صغيرة وعمان لسه أصغر وأصغر فإلا ما يجي يوم ونلتقي في مكان ما إن شاء الله على خير. إن شاء الله. إلى أن نلتقي في هذا العالم دعواتكم جميعا. اللي محتاج أي شيء يبعث لي على فيسبوك. وبتمنى لكم كل الخير يا سبأ. وعن جد أنا كنت عن جد والله سعيدة معكم كنتوا بتغلبوا. وأي حدا بيحتاج أي سؤال أي استفسار أي إشي مش مفهوم ابعتوا على الفيسبوك. تمام تمام يعطيك العافية مس. يعطيك العافية جميعا. الله يعافيك. الله يسلم عليك يا مس الشرح الحلو. يا زان كان بدي أسمع صوتك بس ما زبط يفتح معك المايك. يلا مع السلامة جميعا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا تطلع مش نطلع. هاي اللي بدي أعمل أصلاً أوت للجميع إن شاء الله. السلام عليكم. مع ألف سلامة. ديروا بالكم على حالكم. العافية. يعطيك العافية وتعبوا كتير عشان تصيروا بأحسن الأماكن.